مساء الخير عليكم جميعا. أنا الدكتورة رانيا العسوي، وكيل نقابة الأطباء وأستاذ الرمد في جامعة القاهرة. يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم جميعا النهاردة في هذا اللقاء المتميز اللي بتقدمه الجمعية المصرية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم. الحقيقة إحنا في نقابة أطباء مصر تعاوننا مع الجمعية كذا مرة قبل كده، وقدمنا لقاءات كلها كانت متميزة جدا. طبعا الجمعية غنية عن التعريف. إحنا إن شاء الله هنبتدي النهاردة أول لقاء في سلسلة من اللقاءات بعنوان الـ Diabetes Essentials Master Class. هنبتديها النهاردة بإذن الله بأول لقاء عن Diabetes. أنا رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة نص شعبان ورمضان على الأبواب، فهيسعدنا ان يكون ده اول موضوع لينا باذن الله. واتمنى ان انتم تستفيدوا بهذه المحاضرات كالعاده من المتوقعين دايما من محاضرات الجمعيه. ويعني لا يفوتني ان اشكر شركه نوفارتس على رعايتها الدائمه لانشطه كثيره جدا في التعليم الطبي المستمر مع النقابه ومع الجمعيه ومع جهات اخرى. اتمنى لكم باذن الله يعني يوم مفيد. وأنا هسيب على الشات الإيميل بتاع السكرتارية بتاعة لجنة التعليم الطبي المستمر لأي تساؤلات، وكمان علشان بإذن الله نديكم الشهادات في آخر الكورس بإذن الله. وتمنياتي لكم بالتوفيق جميعا. عامة لأطباء مصر، وبشكر التعاون الدائم مع النقابة العامة نقابة أطباء مصر. وهنبتدي الماستر كلاسز فور ويفز، عايزين حضراتكم تتابعونا فيهم إن شاء الله. أستاذة الدكتورة رانيا الحقيقة دايما في تقديم الجهد للأطباء في الميتينجز والوركشوبس زي اللي احنا عاملينها مع حضراتكم النهاردة. وطبعا بشكر السبونسر شركة نوفارتس والأساتذة الموجودين معانا النهاردة، أستاذ دكتور محمد حسنين أستاذ بدبي وبجامعة كاردف في إنجلترا، والأستاذ دكتور هشام مجد الدين أستاذ السكر والغدد والبطنة العامة بكلية الطب القصر العيني، الأستاذ دكتور عمرو عبد الوهاب أستاذ البطنة والسكر والغدد بجامعة المنيا. وبسيب الأستاذ دكتور محمد حسنين بيكلمنا عن الريسك ستراتيفيكيشن فور رمضان فاستنج. بروفيسور محمد فضلي فان. كل عام وانتم بخير. شكرا لنقابة الأطباء والأستاذة رانيا، وشكرا للجمعية العربية والأستاذة إيناس شلتوت ولكل المساهمين في البرنامج الممتاز ده. يشرفني ان اكون جزء منه، ودايما فخر وشرف ان احنا نتعاون مع نقابه اطباء مصر. كل عام وانتم بخير. النهارده نص من شعبان ورمضان على الابواب، ويعني اهم شيء بالنسبه لاي مريض سكر قبل رمضان ان يكون عارف درجه الخطوره بالنسبه له، انه يقدر يصوم ولا ما يصومش. اسمحوا لي ان المحاضره بتاعتي هتكون معظم الوقت بالانجليزي، مش متعود اني احاضر بالعربي. So the challenge, the dilemma for every person, whether a patient or a doctor, is regarding to the decision of fasting. There is so many reasons for that decision. Now, if there has been an evolution, as we all know, in mobile phones over the years and in mobile networks. And the same has happened with the risk. How do we quantify for the risk of a person with diabetes in Ramadan? When we provided these first guidelines in 2005, 17 years ago, with the ADA, we had a table of four risk categories.
As time passed by, the risk categories were modified to a traffic light system, not terribly dissimilar, but just make it maybe more easier. But still, it was like a table with specific categories in every single group. Now, if I were to take type 1 diabetes, it's always been very high in the old guidelines. And again, hello? في مشكلة في الصوت. أعتقد يمكن في حد فتح الأوديو. أستاذ أحمد؟ لا هو في الصوت طالع الناس بتشتكي منه أستاذ أحمد. ثواني يا فندم أشوف حاضر. Okay, assalamu alaikum again. I'm sorry for the interruption. Apparently, there's been an audio issue. Now, I was mentioning that the risk categorization in the old guidelines was based on a table of, and if we take the example of, for example, type 1 diabetes, type 1 diabetes has always been in the tables considered as very high risk. In the latest guidelines of 2016 with the International Diabetes Federation, type 1 diabetes was maybe put into two levels, either poorly controlled, and that would be very high risk, or well controlled, and that still would be put at a high risk. If I were to look into guidelines that we developed with the United in the in UK, you would see that type 1 diabetes comes as high risk as well. The reality is different. The reality is here in Egypt, 65% of people with type 1 diabetes, according to a survey that we published 2 years ago, which included 1,800 persons from across many countries, as you can see, have shown that the reality is different. Now, this is not just a problem of type 1 diabetes, it's a problem of so many patients that we are in need for a better way of quantifying their own risk. So how do we do this? How do you and I, when we sit in the clinic, think of the risk certification to be a bit more comprehensive? We need to think of many aspects, including the Ramadan-related factors itself. So which country you're in? So in Egypt, for example, what season, what weather like, and the social circumstances of the individual. For the diabetes-related factors, the type of diabetes, the duration, the complications, the therapy. And today we'll hear a lot about the therapy in the diabetes and the impact of this. The proneness to hypoglycemia, and with this we mean the access to care. And then of course, some individual factors, the age of the person, the occupation, and many other aspects. Going back to type diabetes, it's clear 30% of people with type 1 diabetes decide not to fast. In Egypt, I've shown you that it's even above 30, it's 35% decide not to fast, while this is in 16% only in type 2 diabetes. Why do many people with type 1 diabetes decide not to fast? It's related to hypoglycemia. The data that we've seen shows that 62% of people with type 1 diabetes develop hypoglycemia during the daytime. And this is only 15.7% in people with type 2 diabetes. So clearly, you have to differentiate between type 1 and type 2.
And then a question about age and duration of diabetes. Now, with age, normally we would think of the old, but nevertheless, many of us would be concerned about the adolescents who would wish to fast. Of course, the vast majority of them would be type 1 diabetics. Now, when we did this survey, which we published, as I mentioned, just last year, and we compared the data of those who are below the age of 18 to those who are older, and we actually did not see any significant impact on being younger. Now, of course, we know from Sharaf point of view, from Fiqh point of view, fasting Ramadan is a must for adults. So whoever is a child is not obliged to fast, but teenagers, some of them will be adults, and whether they are fit to fast or not, well, what the data is showing is that age is not the issue, it's the other aspects that we need to discuss. That is actually the opinion of the guidelines of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. And they simply say, may fast provided they fulfill certain criteria. يعني مشروطة. وأعتقد إنها تكون مشروطة مش بس على adolescents for type 1 diabetes. دي بالتأكيد الاشتراطات تنطبق على جميع مرضى السكر لو تتوافر عدة اشتراطات معينة يبقى may fast with safety. Going back to age, the vast majority of us, when we think of age, we think of being older in age. And the question here, does age matter? Going back to the guidelines, in the vast majority of the guidelines, we were just talking about being old age with ill health, or in some of the guidelines, they specified above 75 years of age. I don't like specifying a specific age because I might be very healthy above 75, and I might be unhealthy and much younger than that as well. So I think it's the health that matters rather than the age itself. So when you look into the data of the age relation, you'll find that those who are older, 30% of them do not fast in comparison with those who are young. Why that is the case is because of hypoglycemia. As you can see, the rates of hypoglycemia and the rates of breaking the fast because of diabetes-related issues is much higher, nearly double that of the person who is young. So clearly, age matters. When we look into the more aspects, the more severe aspects, such as admission to the emergency department or admitted to hospital. So in the young, this is 1%. In the above 65, this is 11.6%. So again, clearly age matters. And if we take hyperglycemia, because hyperglycemia is also a very important issue. Again, of those who reported significant hyperglycemia, there is a very significant increase according to age. What about duration of diabetes? After all, we have people who are maybe newly diagnosed versus people who have been diagnosed with diabetes many long years. Same pattern as age. You see here the rates of intentional fasting. In those who are young, it's 87%. Sorry, those who are with short duration of diabetes, it's 87%. In those with long duration of diabetes, over 20 years, this is 71%. And again, when you look into why that is the case, it's hypoglycemia related. So in those who have diabetes for over 20 years, rates of hypoglycemia is 24%. In those who are between 0 to 10 years, it is only 14%. So nearly double with the longer duration of diabetes. And again, when you look into hypoglycemia severity with hospital admission or ER visits, it nearly quadruples and it shoots up from 10 years of duration or longer. So clearly we need to think of all of these matters, even for hyperglycemia, again, the same pattern. After 10 years duration of diabetes, the problems start to get a lot more significant. Therapy is very important, and you will listen
from my colleagues tonight about in the agenda about the impact of therapy. But we've seen this in many of the studies. If a person is on insulin, the risk is much higher compared to a person on oral therapy. And if the oral therapy includes sulfonylurea, specifically the older generations of sulfonylurea, then the risk of hypoglycemia is a lot higher. But it's not just any insulin. In this particular study done in my hospital, we looked into the continuous glucose monitoring. And we gave patients 6 weeks of sensors. So here there is the basal insulin versus the intensive therapy. And those with intensive insulin, which was either mixed insulin twice daily or basal bolus, you can clearly see that the hypoduration doubles and the frequency of the hypos less than 50 milligrams, which is considered to be clinically significant, is nearly quadruple. So certainly the type of insulin also matters. What about complications? Well, again, the presence of chronic kidney disease makes many people decide not to fast. So the decision of fasting in those with kidney problems is they decide not to fast in 27%, while in the general population, it's only 18%. They break the fast in 29%, while in those without kidney problems, it's only 20%. And when you look into daytime hypoglycemia, it is 30% in people with nephropathy, while it's only 23% in those without. Now, the problem becomes a lot worse when you add both problems together, type 1 diabetes as well as nephropathy. Here, you end up with nearly 50% deciding not to fast, and nearly 50% or over 50% will develop problems that leads to breaking the fast during the daytime, and mostly because of hypos, which is here 64% versus those who are with type 2 diabetes, 25%. So as you can see, it's not just about a category. It is multiple layers of the problems. So do you have kidney problems or not? Yes. That's an important point. On top of it, what type of diabetes? And on top of it, the age and the duration and many other aspects. The same would apply to cardiovascular disease. 31% of those with cardiovascular disease and diabetes decided we will not fast. So that is also a clear indication. Why that is the case, again, when you look into it, it's related to the emergencies and the hypoglycemia. And if you add here the going to ER or hospital admission in those without, it is about 5.5%. Those with cardiac problems, it is about 11.6%. So all of these issues need to be thought of. One size does not fit all. You cannot just put the item into a table and say, this is, you belong to that category, because the other factors would either make it worse or easier. And there's been lots of calls of revisiting the recommendations. As I mentioned, after all, 49% in one survey showed that type 2, 1 diabetes were able to fast the whole month. And many of the older generations who are considered as high risk in guidelines are anyhow fasting. I'm proud that we have developed a risk calculator. You can find this risk calculator in the application, on the DAR application. If you download the DAR application, you will find here the risk calculator. You would risk, so again here, the DAR Academy application, because we have two applications, the other one is for patients. This one is for you as a healthcare professional, the DAR Academy again. You press on it and you come with the categories of the risk calculation. Now, as I said, this is a dynamic process. You might say, I'm not certain about the value for this item versus the value of another item. Having said that, at least this is a systematic approach that will take away individual opinions. And we've heard in many meetings how individual opinions would vary. Here, you would take into consideration the type, the duration, the hypoglycemia frequency, severity, and awareness, the level of glycemic control, the type of therapy, and here the type of therapy is accumulative.
because you could have a person on multiple of these therapies and they will all add up in the risk calculation. The severity of chronic conditions and acute conditions. Pregnancy is clear. We have an asterisk here on pregnancy because pregnancy and breastfeeding are automatic exemptions. And thanks to Professor Ines and many of the groups of the association, they highlighted to us that we need to highlight, make it a bit more obvious, because we thought when we wrote the guidelines that everybody knows that pregnancy and breastfeeding is an exemption. So we made it again in the risk calculator that without diabetes, they are exempt. With diabetes, it's even more and more. And I would like to add a certain point to everybody who thinks that pregnancy is okay to fast. Now, perhaps the mother would be able to fast. That's up to her. But she's taking the decision for the baby and the fetus. The fetus cannot fast. And that fetus has not been in a decision-making process. So we need to protect the fetus as much as possible. Monitoring during Ramadan is very important, not just for hypo, but of course, many of us in Ramadan, Kunafa, Atayif, Amraddin, Ali, Aklat al-Mulaim al-Kibira, so we end up with hyperglycemia post meals. So of course, we need to check on the blood glucose levels, not just for hypo, but for hyperglycemia as well. Now, luckily in Egypt, our fasting hours are under 16 hours, but it's not just about the hours, it's about what nature of job. I'm lucky I work in an air-conditioned office. Some other people during the day, they'll be running and rushing from here to there, perhaps catching microbus ولا اتوبيس عشان يروح عمله وعمله ممكن يكون physically demanding. So we have to take all of these points, and perhaps this patient is on hypoglycemic drugs or on diuretics. So you need to think of all of these points, and even if you have to modify the number for your individual patient. Age, we think about it from a social circumstances if the person is living alone. But more important than age is the frailty and the cognitive function of the individual. And lastly, the person's own individual experience. Someone who ends up with serious problems rather than that they cannot judge it or measure it clearly with a specific item. Alhamdulillah, the risk calculator or risk categories for guidelines أخذت وافقت هيئة الأوقاف وماضي عليها مفتي الديار المصرية والشيخ مجدي عاشور الأستاذ في جامعة الأزهر كما الأمر بالنسبة للمفتي كمان وفي اتفاق ما بين العلم والدين فيما يخص النقاب دي وطبعا دي بترفع العبء عن الطبيب أن يقول لشخص صوم أو ما تصومش لأن لما تطبق الكلام اللي مكتوب في الكالكوليتر ده الكلام بتاع المتخصصين سواء من الناحيه الطبيه او من الناحيه الدينيه وبالتالي ترفع العبء عن نفسك ولابد طبعا ان احنا ننصح المريض بالنصيحه الصح اللي تواكب حالته وفي النهايه القرار للمريض. So in conclusion, ladies and gentlemen, fasting can be a challenge for us and for our people with diabetes. A systematic approach is required with a tool that is regionally sensitive. Perhaps every tool needs to be modified locally, but certainly we need a comprehensive approach. Ramadan Kareem, and I'm looking forward for any questions from our attendees. Thank you all. Thank you very much, Professor Mohammad Hassanein, for the very important lecture and informative lecture, actually. And we have now a question. It's not a question, it's a demand from Dr. Mona Hassan Abdelhamid. Please, we need material of the lecture and the new guidelines, Dr. Mohammad. شكرا دكتوره منى اكيد المحاضرات هتكون موجوده على الويب سايت النقابه وللجمعيه
الجايد لاينز نفسها تقدري تلاقوها على الاي دي اف ويب سايت www.idf.org. حضرتك لو كتبتي اي دي اف رمضان هتلاقي الجايد لاينز كلها موجوده وفيها الريسك كالكوليتر وكل الجايد لاينز بشكل عام، جايد لاينز شامله وافيه. ولو حبيتي تدخلي على الملخص بتاع الجايد لاينز منشور الشهر ده في المجله بتاعت Diabetes Research and Clinical Practice and it's a free download. وطبعا دكتوره ايناس والبعض الزملاء من مصر من الناس المشاركين الكو اوثرز للجايد لاينز. Another question, Dr. Muhammad, from Dr. Iqbal Dasoui. If a patient on basal bolus and he wants to fast, is it possible to shift to mixed start twice? How to calculate the dose? I'm not certain that I would do that. Is it possible or not? Yes, of course it's possible. But would I change a person from basal bolus to mixed start? Actually, we sometimes do the opposite. لان الميكستر انسولين ممتاز لكن ما بدينيش الفلكسبيليتي، ما بدينيش المرونه، لكن البيزل بولس فيها المرونه. البولس دوز نفسها ممكن تتغير من وجبه للثانيه على حسب انا هكون دلوقتي بفطر وبفطر فطار خفيف ولا بفطر فطار تقيل. والسحور طبعا اقدر اغير الدوز لوحده من غير ما بكون بغير في الوجبه الثانيه. النصيحه بالنسبه للبيشنت اللي على بيزل بولس، اللونج اكتنج انسولين محتاج ينقص من 15 ل 30% لو المريض well controlled او حتى slightly moderately controlled. انما لو هو سكره مرتفع جدا مش متحتاجش تنقصي البيزل انسولين. الشورت اكتنج انسولين بتعدليه على حسب حجم الوجبه، لو في الافطار الوجبه كبيره بنفضل سايبين الدوز زي ما هي او بتزيد. اما بالتاكيد السحور محتاجين كده كده ننقص الدوز لان الشخص هيكون صايم بعدها ومش هياكل لا اي سناكس ولا اي كالوريز ولا اي حاجه ثانيه. Another question, Dr. Amira Abu Al-Aila. Most of my patients insist on fasting Ramadan despite all the risks. The question is, can I give insulin HR of low dose in Nahar Ramadan to avoid hypos in those uncontrolled diabetic patients? تمام. أعتقد هي تقصد human regular insulin أثناء النهار. بالنسبة ناس كثيرة بتسألنا السؤال إن ممكن أقدر أدي إنسولين للpatient اللي هو hyperglycemic أثناء الصيام. خلينا نقسم السؤال لجزئين. A patient insisting on fasting مفهوم وبنشوفها كتير، دورنا ان احنا ننصحه النصيحه الوافيه الكامله وباصرار. صمم يبقى في الاخر الامر يرجع له. اما بالنسبه لليوم اللي هو فيه سكره مرتفع جدا، لا انصح طبعا ان الانسان ياخد انسولين بدون اكل، خاصه اللي هو الريجلر انسولين. فالشخص اللي هو سكره مرتفع جدا عليه ان هو يفطر في اليوم ده ويعوضه في مره ثانيه ويحاول يتواصل مع الطبيب علشان يعدل الانسولين دوز، perhaps الدوز ريدكشن او الاكل الغني اثناء اليوم اثناء السحور واثناء الليل اللي قبليها يكون سبب في ارتفاع السكر ومحتاج التعديل. Another question, Dr. Muhammad, from Dr. Qasim. How can we interpret the hypoglycemia if diabetic patient although there is insulin deficiency? Can you read it? Yeah. How can we interpret the hypoglycemia if diabetic patients, although there is insulin deficiency? Well, I guess you're asking about the in a person not on insulin. So if I were to understand your question, you're thinking of a type 2 diabetic person who has insulin deficiency and he's hyperglycemic. Why would they develop hypoglycemia? Well, they're not insulin absent, and if they are, they would be on insulin itself. Plus, they perhaps would be on sulfonylurea, which stimulate the pancreas to produce some insulin. The presence of some insulin in the absence of good level of blood glucose level during the fasting hours, specifically during the time between suhoor and asr, would make the person exposed to hypoglycemia. That's how it happens. So it's the balance between
the amount of insulin available in the person's own blood or insulin taken as an injection and the amount of glucose stored in the body. Another question, Dr. Amel Salah Al-Hamaki. Is pericarditis? And myocarditis within 2 weeks prevent fasting. Well, Dr. Amel, we're not cardiologists, but from a general physician point of view, pericarditis and myocarditis are very serious cardiac conditions. And if a person, I'm talking here about a person with diabetes. So I would presume a person with diabetes have pericarditis and myocarditis 2 weeks ago. يعني الدين يسر ولا عسر. ده شخص كان عنده مرض شديد جدا من اسبوعين ويمكن did not fully recover from it وممكن يكون له تبعات تأثر على الميوكارديوم او على risk of angina or heart failure. So I would prefer to نديله راحته ياخد راحته يتعافى من المرض وبعدين يعوض الايام دي في المستقبل rather than ان احنا نحطه في الريسك ان هو يصوم ولسه خارج من pericarditis وmyocarditis ويحصل له مضاعفات ويبقى كده هو وضع نفسه في التهلكه. فمن الراي العلمي اللوجيك ان advise this person not to fast ويعوض ان شاء الله كمان شهر ولا اثنين هيبقى تعافى تماما ويقدر يعوض الامور دي. Any other questions؟ هو في سؤال احنا ما فوتناه ما هي اصناف الاكل الموصي بها عند الافطار والسحور لمرضى السكر؟ I don't think I can يعني نقطه مهمه جدا خلينا نقسمهم لجزئيتين عند السحور avoid simple sugars avoid الاكلات الحادقه والمالحه اللي تعمل عطش increase in fiber and increase in protein and very small amount of natural fat زي الفات اللي موجود في الديري برودكتس او شويه فات اللي على طبق فول ولا حاجه زي كده لكن الفكر ان انا اعبي شوجر علشان يديني ستورز ده بيرفع السكر فجاه وبيروح فجاه محتاج مريض السكر الاكلات اللي بتقعد في في في, في المعده في السحور مده طويله زي البيض زي الفول زي الجبنه ونقلل من ايه؟ من الخبز او من الاكل من النشويات الثانيه. في السحور طبعا للاسف عادتنا ان في افراط في مثلا تمر كتير في مشروبات سكريه كتير في رز وفطاير وحاجات تانيه كتير ودي برضه بترفع البوست برانديال هايبرجلاسيميا فاكل متوازن يكون ممتاز جدا بالنسبه لمريض السكر ما بنقولوش ما تاكلش الاكلات اللي كلنا بنحبها والدسمه لكن الكوانتيتي والفريكونسي هو هنا الكنترول فيها. An important question, Dr. Muhammad, from Dr. Abdullah Hussein. What's your advice, sir, for those who decide to fast against medical advice? Wallahi, my advice for them is we need to explain to them and be patient with them and keep advising several times in every single possible non-confrontational way. ما فيش داعي للعنف ما فيش داعي للغضب بشكل مبسط نحاول نشرح لهم بقدر الإمكان وفي الآخر كل مريض يقدر ياخد قراره بنفسه وهو اللي بيتحمل الأجر أو الإثم عن خطأه لأن الأمور واضحة لو أنا طبيبي نصحني بشدة أني نفترض أن أنا دلوقتي عملت حادثة بالعربية هايبوغلاسيميا وأنا صايم والطبيب قال لي انت على درجه خطوره عاليه من يجي لك هايبو اثناء رمضان. والحادثه دي تسببت في اذيه بعض الناس. انا بالتاكيد مش هاخد ثواب عن صيامي ده، انا اكيد هاخد اثم عن صيامي ده. وبالتالي ده المريض عليه ان هو يكون فاهم الامور دي. نفس الامر بالنسبه للبريجننت للسيدات الحوامل. لما بقول لها طب نفترض ان في احتمال حصل مشكله للجنين. هل تتصوري انك هتاخدي ثواب ولا تاخدي اثم؟ فالامر بيكون واضح ليها لما بيكون الحوار فيه هدوء وفي كلام علمي مدعوم بثقافه دينيه لبعض الامور اعتقد الشخص على الاقل بيكون بينه وبين قرار نفسه فاهم هو بيعمل ايه. Another question, Dr. Muhammad from Dr. Khalid Muhammad.
is it better to have one iftar meal or to divide it by two with 2 hours in between? والله طبعا احنا دلوقتي الصيام في شهر ابريل مدة الصيام حوالي 15 ساعة وبالتالي عدد ساعات الاكل هي 9 ساعات تسمح لمريض السكر ان هو ممكن ياكل 3 وجبات ما يكونش فيهم افراط فلو قسمنا وجبة الافطار ما يبقاش فيها تخمة ما يبقاش فيها افراط في دهون كتير وسكريات كتير وفي الاخر ياكل حاجة تانية على الساعة 11 12 وبعدين يتسحر اهم حاجة بالنسبة لي انه يتسحر ويتسحر as late as possible with as much as possible fiber and protein and with as less as possible of carbohydrate and sugar. Thank you, Dr. Muhammad. These were the questions. Thank you very much. And let's shift to the coming lecture. Thank you very much. أشكركم دكتورة إيناس وأشكر الدكتورة رانيا وموفقين كل الجميع وكل عام وانتم بخير. مع السلامة. مع السلامة. Let me introduce my colleague, Professor Hisham Magdeddin. And Professor Hisham Magdeddin is a professor of internal medicine and diabetes, Cairo University. And he's going to talk about pre-Ramadan education, targets, and evidence. Please go. Assalamu alaikum. Shukran, Dr. Ines. I'd like first to thank Dr. Ines, the chief of the Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism. وأشرفني أن أنا أكون مع الدكتور محمد حسنين the chair of DAR International Alliance وأشكر شركة نوفارتس اللي هي بالسبونسر والبيور سبوت أنها بتنظم والنقابة والأستاذ الدكتور راني. الحقيقة النهاردة عايزين نتكلم عن نقطة مهمة وهنشوف مدى أهميتها في السلايدز اللي جاية اللي هي البري رمضان إديوكيشن. الأجندة بتاعتنا عايزين الأول نأدريس البنفيتس والهازارز فاستنج عشان نعرف لما نيجي ندي العيان بتاعنا الإديوكيشن هنركز على إيه وبعدين هاو وين أند هوم هندي الإديوكيشن إيه المين أريز اللي إحنا شود كفر وأعتقد الأسئلة الكتيرة اللي سألها الأستاذ الدكتور محمد حسنين كان فيها جزء فعلا من الأريز اللي إحنا وشود كفر وبعدين الإيفيدنس أوف بنفيتس. أول حاجة أحب أبدأ بيها إن الفاستنج ده has been used as both religious and medical brackets for thousands of years that من آلاف السنين ويمكن الكوتيشن بتاع بنيامين فرانكلين the best of all medicines is resting and fasting يعني أحسن دواء هو resting and fasting وإنه الفاستنج مش بس في الإسلام الفاستنج في معتقدات وديانات أخرى كتيرة زي البودست والكاثوليكس والهندو والجويش لأنه جزء كورنر ستون من حاجات كتير. رمضان بيمثل للمسلم طبعا هولي مانث شهر معظم شهر كريم which people do good deeds كل انسان بيبقى روحانياته بتبقى مرتفعه وعايز يعمل حاجات كويسه يقدر يغير من لايف ستايل زي مثلا السموكينج علشان كده رمضان الحقيقه فرصه ان احنا يبقى ليه بوزيتيف افكتس
على الفيزيكال وعلى المينتال ويل بينج زي امبروفمنت في الميتابوليك ماركرز والويت لوس وامبروفمنت في الفيزيكال هيلث وريدكشن في الفيلينج اوف ستريس اند انكزايتي. ويمكن ريفيو ارتكل دي في 2017 اتكلمت على الهيلث بينيفيتس اوف فاستنج اند كالوريك ريستريكشن وقالت ان احنا بالرغم من كل الايفورتس اللي احنا بنعملها الا ان الاوبيزيتي والتايب 2 دايبيتس ما زالوا بيزيدوا. وقالوا ليه ما نستفادش من الهيلث والسبيرتشوال بينيفيتس الفوائد الصحيه والروحانيه من الصيام سواء الاوبليجاتوري في رمضان او الفولانتري اللي هو الاثنين والخميس وما شابه. لكن حطوا ايديهم على نقطه مهمه قوي قالوا انه اليونيك كالتشرال براكتسز في منطقتنا اللي هي الميدل ايست والنورث افريكا ريجون during رمضان زي الديستربد سليب وزي الفيست ايتينج. يعني احنا كل يوم بنعتبره صمنا وبعدين نعيد على المغرب وناكل كل حاجه دي likely to offset these potential benefits. الاتبونيكتين وده كله بيقلل الفاسكولار ديسفانكشن والكارديو فاسكولار ريسك. لكن على النقيض من ذلك الالتر سيركانياليزم في السليب والانكريزد سموكينج اللي الناس تبقى صايمه طول النهار واول ما تفطر تفطر على السموكينج اكسسيف بيزود الاكسسيف الاوكسيديتيف ستريس والانفلاميشن وده بالعكس بيزود الكارديو فاسكولار ديزيز. اذا احنا عندنا تو اوبوزنج فاكتورز, حاجه مفيده في الصيام وحاجه مضره. واحنا وظيفتنا هنا بقى في البري دايبيتس اديوكيشن ان احنا نزود البنفيتس ونقلل الهازارد. ده الفلو تشارت اللي اتحط ان احنا في الاديوكيشن مش بري رمضان بس, يمكن ديورينج رمضان ويمكن بوست رمضان. بري رمضان مفروض كل اللي عنده سكر وعايز يصوم مفروض ان هو يحضر اديوكيشن بريفربلي من 6 تو 8 ويكس عشان يدي فرصه كفايه ان احنا نديله اديوكيشن اللي احنا عايزينها. الإدوكيشن اللي احنا قدنا يمكن 6 أو 7 points هندسكاس in more details. بنعمل assessment زي ما الدكتور محمد حسنين شرح بتفصيل شديد عشان نحدد الريسك stratification هل هو low ولا moderate ولا high. بعدين during رمضان محتاجين الفريكونسي اوف سيلف مونيتورنج, العيان هيقيس السكر كل قد ايه وامتى وامتى العيان يكسر الصيام. بعد رمضان المفروض احنا نقابل العيان ونشوف الاكسبيرينس ايه اللي حصل علشان بعد كده لما يجي يصوم في السنين اللي بعدها ازاي يتجنب المشاكل اللي حصلت في السنه دي. الاوبجكتيف بتاع رمضان فوكس اديوكيشن زي ما قلنا ان احنا توريز الاويرنس اوف ذا بينيفيتس اند ريسكس اسوشيتد وذ دايبيتس. زي ما هنشوف في الاستاديز اللي احنا هنتكلم عليها هو كان سكسسفول مش بس ان هو يحافظ على الجلايسيميك كنترول عند العيان لكن ماي امبروف ات, يعني ممكن نستخدمه كوسيله الصيام نستخدمه كوسيله انه يحسن الجلايسيميك كنترول with fewer hypoglycemia. النقطه الثانيه اللي اوضحها دكتور محمد حسين انه مثلا التايب 1 او الهاي ريسك بيشنتس لو ان احنا لما نعمل ستراكشر اديوكيشن زي ما العين ده نعلمه كويس ازاي يصوم ازاي يتجنب المشاكل بتاع الصيام. مش بس كده لازم يكون معاه كمان ادفانسد جلوكوز مونيتورنج, لازم يكون عنده الفاسيلتيز ان هو يقدر ان هو يقيس السكر مرات كتيره في اليوم سواء بكونتينوس مونيتورنج او بالفلاش مونيتورنج اللي هو ده الفري ستايل نقدر ان احنا العيان يصوم كويس ان شاء الله. طب
مين اللي محتاج ان احنا نديله الادوكيشن دي؟ مش بس العيان الحقيقه، مش بس البيشنت ولا الفاميلي والكير جيفرز، يعني العيان كبير في السن وحد من الفاميلي هو اللي بيراعيه، اللي بيراعيه ده محتاج هو نفس الادوكيشن دي. ده كمان الهيلث كير بروفيشنالز، نفس الدكتور المفروض ان احنا برضو قبل رمضان زي ما بنعمل الكامبينز ان احنا نرفع الوعي بتاع الهيلث كير بروفيشنالز، علشان هم دول اللي هيوصلوا الرساله للعيان. مش بس كده، كمان الريليجيوس والكوميونتي ليدرز، لان دول بيبقوا ليهم انفلوينشال افكت على الناس، وهم دول برضو لازم يكون ليهم الفكت. في فتره من الفترات زي اللي احنا فيها الكوفيد، ان سيركمستانس وين فيزيكال ديستانسينج از نيسيسري، مش هنقدر ان احنا نجتمع كتير اعداد كبيره، ذا يوز اوف اذر ميثودز زي بقى الفيديو تكنولوجي والسوشيال ميديا والاس ام اس والواتساب والحاجات دي بتلعب دور كبير قوي. احنا طبعا بنتواصل كتير مع البيشنتس بتوعنا عن طريق اليونيفيكيشن ما بين الهيلث كير بروفيشنالز والريليجيوس ليدر، مهم جدا زي ما قلنا، زي ما الدكتور محمد حسين وضح، انه ما يبقاش في اراء مختلفه ما بين رجال الدين وما بين الدكاتره، لازم يبقى راي واحد. والحقيقه من الحاجات الكويسه قوي اللي عملها الدار برضو ان هو انه الجايد لاينز اللي حطوها في 2021 زي ما قال الدكتور محمد حسين هاز بين ابروفد باي المفتي بتاع رمضان، وهو ده هم قالوا في الاول الافتاء فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، زي ما هو ثابت في الدين عندنا ان احنا هم بيسالوا الدكاتره، وقالوا في الاخر انه وبناء على ذلك فلمريض السكري مع الصوم 4 حالات، وقالوا الحالات اللي هم بالظبط اتشرحت في الجايد لاينز اللي اتحطت. ايه البوينتس تو بي كفرد؟ اولهم الريسك ستراتيفيكيشن والاكزمشنز، ودي زي ما الدكتور محمد حسين شرحها بتفصيل رائع، ان احنا ازاي نعمل ستراتيفيكيشن للعيان ونعلم العيان انه الاكزمشن العيان اللي هو بننصحه انه يفطر ده واجب ديني عليه، لانه زي ما وضح الدكتور محمد حسنين انه احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى مش مستفاد من الصيام بتاعنا، احنا اللي مستفيدين. وبالتالي الانسان لما يصوم ويضر نفسه، يصوم ويحصل حادثه زي ما قال الدكتور حسنين، يصوم ويحصل له جلطه ولا قدر الله نتيجه الديهايدريشن او غيره، هو هيكون هيلوم نفسه بعد كده. البلاد جلوكوز مونيتورنج والفلويد والدايتري ادفايس، الفيزيكال اكتيفيتي، الميديكيشن ادجستمنت، دكتوره ايناس هتتكلم بالتفصيل في الادجستمنت، وين تو بريك فاست لازم تبقى فيري كلير، والريكوجنيشن اوف هايبوجلايسيميا والهايبرجلايسيميا، ويمكن في الريسك ستراتيفيكيشنز اتشرحت بالتفصيل خالص، وان قلنا الناس اللي هم تو انسيست تو فاست لازم برضو ان احنا ما نقولش خلاص روح انت وخلاص، لا هي شود بي given the education. ده الكالكوليتر اللي الدكتور محمد حسين عليه، وهو ده فري تو بي داونلودد، وزي ما هو شرحه بالتفصيل مش محتاج كلام اكتر. بالنسبه للسيلف مونيتورنج، في مسكونسبشن، الناس بعض الناس ما زالت بتسالنا هل التحليل بتاع السكر بيفطر؟ طبعا لا، التحليل بتاع السكر it will not invalidate رمضان، بالعكس هو ده اللي هيخلينا نعرف اذا كان عندنا اي سيمتومز، هل في هايبرجلايسيميا، في هايبوجلايسيميا، وبالتالي نقدر ان احنا نشوف اذا كان الصيام بتاعنا ده سيف ولا ما هوش سيف. الفريكونسي بقى بيعتمد على كل عيان، على الديوريشن اوف ذا بيتس، على هل هو داخل رمضان كنترول ولا الميديكيشنز اللي بياخدها، فاكتورز كتيره بتتدخل في الفريكونسي. لكن هم 7 اوقات اللي هو قبل السحور وبعد السحور بساعتين، او في نص النهار والعصر قبل عشان قمة الصيام، بعدين قبل الفطار وبعده بساعتين، وفي أي وقت البيشنت بيحس فيه بأي سيمتومز أو يحصل له أكيوت إلنس لازم يعمل سكر عشان يشوف. بالنسبة للفلويدز طبعا احنا بنقول إن الفاستنج والفيستنج نيتشر، إن احنا كل يوم بنصوم وبنعيد بالليل، ده ممكن طبعا يدخل العين في مشاكل، وزي ما الدكتور محمد حسين أوضح إنه احنا في الفطار بننصح بالسيمبل كربوهيدرات، إحنا صايمين فترة طويلة فمحتاجين حاجة ترفع السكر شوية بس ما ترفعوش قوي، لكن في السحور بالعكس محتاجين كومبلكس كربوهيدرات عشان تخلي العيان شبعان وتديله كالوريز مدة أطول شوية. البروفايدنج دايتري ادفايس ده يساعد العيان مش بس إن هو يصوم كويس، ده ممكن كمان يخرج من رمضان ووزنه أحسن من قبل رمضان، يقلل الكومبليكيشنز. اللايف ستايلز دي بقى نقطة مهمة قوي، إن اللايف ستايلز اللي اتعلمها لمدة شهر كامل ليه لا إن هو ما يتعودش عليها وتبقى هي بقيت السنة كلها ويستفيد منها طول عمره. بالنسبة للناس برضو الأسئلة كتيرة كالحقيقة عن الدايت، والدايت صعب طبعا في قاعدة واحدة زي ما الدكتور محمد حسين قال المجمل بتاعه. أنا عايز أوضح طبعا فعلا اللي سأل عن الدايت له حق، لأنه أغلب مشاكل الصيام الهايبوجلايسيميا والهايبرجلايسيميا والديهايدريشن والإلكترولايت امبالانس كل ده مرتبط بطريقة الأكل.
وزي ما الدكتور محمد حسين وضح ان احنا ما نحطش الاكل كله في الافطار ميل، لا عندنا افطار وعندنا سحور وعندنا تو سناكس ممكن نعملهم. وزي ما حد من الاودينس سال هل احنا ممكن نفطر عملتين، هو ده اللي فعلا بيحصل في بعض دول الخليج، انه مع اذان المغرب بياخدوا حاجه خفيفه سناك يعني، وبعدين بعد صلاه العشاء والتراويح بيفطروا الفطار اللي هو وجبه الافطار، وبعدين في سناك خفيفه ثانيه، وبعدين السحور. فاحنا نوزع الكالوريز بتاعتنا، الكالوريز بتعتمد على اذا كنا احنا عايزين نلوس ويت ولا الويت بتاعنا كويس، اذا كان ميل ولا في ميل. ده البليت اللي برضو يتكلم عنه الدكتور محمد حسين بشيء من الاختصار، ان هو ان احنا الطبق بتاعنا بتاع رمضان يكون تقريبا نصه كربوهيدرات بس، تكون هاي فايبر وهاي، وتكون ما ترفعش السكر مره واحده، تقريبا الربع تقريبا يكون لين بروتين يعني بروتينات ما فيهاش دهون كتيره، والربع فيجيتابلز مع قطعة سلايس اوف فروت صغيره، ومعلقتين تقريبا من الفات، والفاتس دي تكون بولي انساتوريتد مونو انساتوريتد. من ضمن برضو الاسئله ان احنا طب برضو ازاي افهم الحاجات الجميله اللي اتحطت في الدار 2021 اللي هو رمضان نيوتريشن بلان ماب، وحطوا المابس دي وقالوا انك انت لو ان فيو كليك على الكانتري ممكن يديك اكزامبلز للدايتس بتاعتك. انما في 10 برنسبلز اوف رمضان نيوتريشنال principles. اول حاجه consumption of adequate amount of daily calories، تكون الكالوريز معتدله، وميلز should be well balanced يعني الميلز لازم تكون فيها كل الحاجات زي ما احنا عارفين. الرمضان بليت اللي اتكلمنا عنه، الشوجر هيفي ديزرتس الكنافه والقطايف والحاجات دي should be minimized، مش ممنوعه ولكن تبقى minimized. الكربوهيدرات اللي هي low في الجلوكوز اندكس اللي هو ما ترفعش السكر مره واحده بصوره شديده تفضل. maintaining adequate level of hydration، بننصح العيانين فترة الفطار يحاولوا ان هم يعوضوا فترة الصيام بقلة المية. تيك سحور as late as possible، تسحروا فإن في السحور بركة، فالسحور كل ما كان ليت يقلل فترات الصيام. الإفطار should begin with plenty of fluids برضو عشان الديهايدريشن، وإن احنا ممكن ناخد سناكس في النص. exercise احنا برضو بنقول دايما انه اللي عنده سكر should be encouraged to maintain الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته، لكن يتجنب الفيجروس اكسرسايز، ما يعملش مجهود كبير زي مثلا اللي بتلعب رياضه مثلا قبل المغرب، لان ده ممكن يعرضهم اكتر للهايبوجليسيميا. وانه لقوا بالعكس ان الناس اللي بتعمل رياضه مع الصيام الاي 1 سي بيبقى احسن، وما ننساش ان صلاه التراويح بالليل تعتبر جزء من الاكسرسايز. ميديكيشنز الدكتوره ايناس هتتكلم ان شاء الله عليها بالتفصيل. وين تو بريك فاست، الحاجه دي لازم تبقى واضحه جدا لكل المرضى، وان احنا بنقول اي حد بالذات اللي هم اجينست ميديكال ادفايس، يعني انت لو عايز تصوم ومصمم مع ان الحاله بتاعتك يعني تبقى مودريتلي مثلا ريسكي، اهم نقطه انك انت whenever يحصل لك اكيوت illness في اثناء الصيام او هايبو او هايبر جليسيميا لازم انك انت تكسر الصيام. قال له يكون السكر اقل من 70 ملي جرام بير دي سي لتر، او السكر يكون فوق ال 300، او في سيمتومز في هايبوجليسيميا او هايبر جليسيميا. لو السكر من 70 ل 90 بينصح ان هو نعيد التحليل تاني بعد ساعه عشان نشوف هل هو بينزل اكتر ولا ثابت. طبعا السيمتومز اوف هايبوجليسيميا والهايبرجليسيميا لازم تكون كلير في المايند بتاع الديابيتيك بيشنتس اللي هيصوم، اذا حس بالحاجات دي لازم يعمل تحليل سكر على طول. من الحاجات برضو اللي عملنا ستريس عليها الدكتور محمد حسين وانا بحب اعمل ستريس عليها اللي هم الاولد ايج. الاولد ايج طبعا الديابيتس في الاولد ايج از فيري كومن، يعني 3 من 4 اولد ايج فوق ال 65 سنه يا عنده سكر يا عنده بري دايبيتس. الاولدر ادلتس وذ دايبيتس دول ات جريتر ريسك في الجيرياتريك سيندروم زي البولي فارماسي، كوجنيتيف امبيرمنت مهم قوي، العين ازاي تعتمد عليه ان هو يقدر يصوم وهو اصلا ما بيقدرش ان هو يعني يقدر يدي لنفسه الدواء او كده. ديبريشن، اليورينري انكونتيننس، وطبعا الناس الكبار دول بيبقى ليهم هاير ريت اوف بريماتيور ديث وفانكشن ديسابيلتي واكسليتد ماسلز. ده طبعا منظر برضه بيبين ان السكر بيعمل اكسلريتد ايجنج مع النورمال ايجنج، الاثنين بيأثروا على الاديبوس تيشو ويزودوا الانفلاماتوري ميديتورز، وده برضه بيزود الكارديو فاسكولار ديزيز. عشان كده الريكومنديشنز بتاعت الاي دي اي دايما بتقول ان لما نشوف عيان اولد ايج مش بس الميديكال اسيسمنت، محتاج سايكولوجيكال اسيسمنت، محتاج فانكشنال اسيسمنت، اللي عنده يقدر يدي نفسه ابره ما يقدرش يدي، يقدر يعمل تحليل ما يقدرش يعمل، وسكرين فور جيرياتريك
لما تشوف اي عيان the importance of exercise والميديكال نيوتريشن ثيرابي may be greater in elderly than in younger. مش الكبار دول ما يعملوش، لا لازم يحافظ على يعني درجه من الاكسرسايز على قد طبعا الحاله بتاعته، وده طبعا اللي اظهرته الدايبيتس بريفنشن بروجرام. الفول بريفنشن مهم قوي ان احنا نتجنبه، والهايبوجلايسيميا السايكولوجيكال انترفنشنز مهمه. ولذلك الدار في 2021 ريسك ستافيكيشن زي ما الدكتور محمد حسنين وضح انه مش بس الايج، على الفانكشنال ستيتس بتاعت العيان ده محتاجين مور، واحنا نخلي بالنا من الفيزيكال اكتيفيتي باترنز والابيليتي انه يعمل سيلف مانجمنت. طب ايه الايفيدنس؟ هل عندنا ايفيدنس ان البري رمضان فوكس اديوكيشن ده مفيد ولا لا؟ هي الاستاديز كتيره جدا جدا جدا. احنا يمكن اخترت الاستادي الاولانيه دي اللي هي الريد ستادي اللي هي رمضان اديوكيشن اند اويرنس في الدايبيتس، ودي كانت في اليو كي والدكتور محمد حسين كان واحد من المشاركين فيها، وهم ادوا عمل ورك شوب للهيلث كير بروفيشنالز قبل رمضان، ودول قعدوا مع البيشنتس في جروب يدوا البري رمضان اديوكيشن وجروب ثانيه ما خدوش، وفعلا بعد رمضان لو ان في مين ويت لوس ماينس 0.7 كيلو جرام بعد رمضان في الجروب A، والجروب اللي ما خدتش العكس وزنها زاد 0.6 وبالتالي كان سيجنيفيكانت، وده كان اندبندنت اوف ذا كلاس اوف جلوكوز لورينج ايجنتس، مش دواء معين هو اللي عمل كده. نمره 2 التوتال نمبر اوف هايبوجلايسيميا قلت من 9 من 9 ل 5 في الجروب اللي خد ايدوكيشن، لكن الهايبوجلايسيميا زاد من 9 ل 36 في العين اللي ما خدوش ايدوكيشن. اكتر طبعا ناس اتاثروا الهايبوجلايسيميا اللي هم على شورت اكتنج هايبوجلايسيميا السلفونيلوريز. النقطه الثانيه اللي دايما بنستريس عليها الحقيقه ان الايدوكيشن اللي بنديها قبل رمضان دي ممكن الفايده بتاعتها تفضل لغايه بعد رمضان، وفعلا هم لقوا انه بعد 12 شهر من البروجرام ده الاي 1 سي ما زال افضل برضه في العيانين اللي خدوا البري رمضان ايدوكيشن. دكتوره ايناس والكوليجز في جامعه القاهره عملوا الاستادي دي وقالوا انه الكالتشر اللي بيزد بري رمضان ايدوكيشن بيزود البينفيتس وبيقلل الهازارد في رمضان، ده اللي احنا بنقوله من الاول خالص، وده 12 في 2020، وكان العيان كان حوالي اكثر من 1000 عيان، ولقوا فعلا انه رمضان فاستنج واز بينيفيشال في العيانين اللي هم عندهم تايب 2 دايابيتس الاي 1 سي، سواء في اللي خدوا واللي ما خدوش، بس المجموعه الاولانيه اللي خدت بري رمضان ايدوكيشن بروجرام كان اي 1 سي احسن، الويت ريدكشن كان افضل، والناس اللي خدوا ايدوكيشن قدروا ان هم يبرفورم مور تراويح نايت بريرز اكتر، واللي صلوا التراويح الاي 1 سي اتحسن اكتر والوزن اتحسن اكتر، وده يثبت ان الصيام مش بس ليه هازارد، الصيام ليه بنفيتس، واحنا وظيفتنا ان احنا نحاول ان احنا نزود البنفيتس ونقلل الهازارد. في الاندوكرينولوجي في 2019 زي ما وضح الدكتور محمد حسنين انه في التايب 1 ممكن ان هم يصوموا لو هم كانوا uncomplicated، ما يكونش فيكم من الاول من قبل رمضان، بعدين يكون خدوا equipped with structured education كويس قبل رمضان، وadvanced glycation monitoring سواء CGM او سواء flash monitoring. again في 2019 كان في effect of رمضان focused education على patients systematic review، خدوا عدد كبير من الريكورد وقالوا في الاخر انه systematic review والميتا analysis بين فعلا انه الرمضان focused education ادى الى decrease في A1C والLDL، بس هم لقوا انه في increase في triglycerides في weight gain، وقالوا ان احنا محتاجين مور ستادز. الحقيقه ان سامري بنقول انه البري رمضان ايدوكيشن از كي كومبوننت اوف سيف فاست. الحقيقه بري رمضان ايدوكيشن شود تارجت بيبل وذ دايابيتس والهيلث كير بروفيشنالز والجنرال بابليك سبيشالي الليدرز الريليجيوس والهاي انفلوينشال بيبل. بري رمضان ايدوكيشن شود بي كيرفولي بلان تو بي سنسيتيف كلتشرالي سنسيتيف للمجموعه بكل بلد على حده. الاستراكشر ايدوكيشن بيشمل حاجات كتير اللي اتكلمنا عليها دي. الستاديز فعلا اثبتت مور ذان وان ستادي انه البينفيتس على الجلايسيميك كنترول على الويت لوس على امبروفينج في الريسك اوف هايبوجلايسيميا. البوست اوت كمز اوف ذيس بروجرامز الحقيقه من المميزات الثانيه ان احنا مش بس بنبص على الشهر بتاع رمضان، ده الاديوكيشن اللي بنديه قبل رمضان ده ممكن قوي يفيد العيان ثرو اوت هيز لايف. اند ثانك يو فيري ماتش.
هتقدمني دكتور هشام؟ قدمني بقى انت بعد. Thank you very much, Professor Hisham, for this important lecture about the importance of pre-Ramadan education. And we are expecting some questions. وأغلب الquestions اتسألت. How do you deal with your patient, Dr. Hisham, if the patient is high risk or very high risk and he insists on fasting? This is a question to be asked to all consultants like yourself. What do you do actually with the patients who insist on fasting? يعني انا متوقع السؤال ده حضرتك تجاوبي عليه احسن مني. انما زي ما حضرتك قلتي هو يعني كلنا بنواجه زي ما الدكتور محمد حسنين اوضح ان كلنا بنواجه الموقف ده انه الناس تبقى هاي ريسك لكن انسيستنج. هي زي ما الجايد لاينز بتقول، ما اعرفش راي حضرتك ايه، انه العيان هو في الاخر هو يعني صاحب القرار. يعني ممكن ما تصومش ويروح يصوم، لكن from our side we have to clarify the hazards الاول عشان يبقى احنا خلصنا ضميرنا، زي ما بنقول ان احنا بنقول انه نشرح له ايه الريسكس اللي ممكن تحصل. وتاني حاجه زي ما وضحنا امتى he should break his fast، يعني حتى لو هو هاي ريسك وقدر يصوم بنفهمه مش لازم يصوم الشهر كله، يعني ممكن يصوم 10 ايام، ممكن يصوم 5 ايام حسب صحته. المهم ان هو never he should break his fast، لازم ما يكملش ويقول لا معلش ده نزل فاضل نص ساعه على المغرب او كده، وان هو يكون فولو اب مع يعني لو انا الدكتور بتاعه الحقيقه ببقى معاه رقم الواتساب بتاعي على طول، اي مشكله بتحصل بنحاول ان احنا نساهم فيها ونفهم الفاميليز بتاعته. كان ايضا في سؤال مهم حضرتك جبته في النص الكلام عليه اللي هو when to break the fast، يعني حضرتك بتقول للبيشنت امتى في البري رمضان education ان هو لازم يفطر لو حصل كذا، عشان برضو ناكد معلومه مهمه جدا. اعتقد في بعض الاسئله دكتور، في اسئله بس انا عايزه حضرتك تجاوب على السؤال ده لان هو من ضمن المحاضره. احنا وضحت حضرتك، هو واضح الجايد لاينز بتقول انه لو السكر اقل من 70 يشود بريك هيز فاست، لو السكر زاد فوق ال 30 يشود بريكس، لو حس باي سيمبتومز اوف هايبو هايبر جليسيميا او اكيوت النس يشود بريكس. احنا بنقول له مجملا انه لو انت حتى لو انت ما انتش هاي ريسك، لكن لو انت في خلال نهار بتاع رمضان وحسيت انك انت حسيت بالسيفير فاتيج، انت مش قادر تكمل، ديزنس سيفير ديزنس، يو شود تشيك يور بلاد شوجر. لو انت ما عندكش الجهاز وما تقدرش تصوم افطر على طول، وده يعتبر واجب ديني. الحقيقه انا بوضح النقطه دي للعيانين قوي على قد ما بقدر، انه احنا واجبنا الديني ان احنا نحافظ على صحتنا اكتر من ان احنا نحافظ على صيامنا. يعني الصحه هي الاهم، لان الصيام ممكن يتعوض، لكن الصحه لو لا قدر الله حصل حاجه ممكن تبقى انيفيتبل. في بعض الأسئلة جات لحضرتك. What is the best technique for insulin administration if the patient insists to fast? Is it the basal bolus or pre-mixed approach? يعني which is better؟ أعتقد دكتور محمد حسين هو اتسأل نفس السؤال وأنا موافق. بس حضرتك هتجاوب بقى. أكيد أكيد، هو كل واحد طبعا بيدي الإكسبيرينس ورأيه. الحقيقة زي ما قال الدكتور محمد انا متفق معاه ان البيزل بولس بيدي فرصه، بالعكس ده هو اتعمل علشان خاطر يفصل الانسولين ثيرابي مع الطرق الاكل المختلفه بتاعت الناس، وبالتالي بري ميكس مشكلته ان طالما العين خد الابره فهو الانسولين شغال معاه سواء كل كويس او ما كلش كويس. لكن البيزل بولس انا بقدر اقول للعيان، يعني دايما ساعات انا
حتى بنكتب في روشته ما بنكتبش قبل الفطار كذا وقبل الغداء كذا وقبل العشاء كذا، انا بكتب له قبل الوجبه الخفيفه خد 10، قبل الوجبه الثقيله خد 15، وات ايفر الاسم. يعني الوجبه الخفيفه دي قد تكون هي الفطار، قد تكون هي الغداء، بصرف النظر عن الاوقات بتاعتنا. كمان البيزل بولس بيخلي الواحد يعني فطر بدري فطر متاخر. اعتقد البيزل بولس هو الافضل، وان هو اللي بياكل مرتين هياخد مرتين، اللي بياكل ثلاثه هياخد ثلاثه، فهتدي له فرصه اكثر انه يظبط الاكل. وحضرتك طبعا اكيد هتتكلمي في الميديكيشن بالتفصيل. انا خليني اقول يعني ماي اكسبيرينس في النقطه دي اللي انا احب اشارك حضراتكم فيها برضو واخد رايكم فيها. I don't like to do major change in therapy before Ramadan. يعني if the patient is taking pre-mixed insulin, أنا مش هحوله على basal bolus. And if the patient is taking basal bolus, I will not shift to pre-mixed insulin. I just adjust the dose. عشان I know the patient. أنا بس خايفة يكون معنا ناس، أنا شفت أسامي بعض الناس non-Egyptians. If the patient is basal is on basal bolus, please adjust the dose of basal bolus by a reduction of the basal insulin from 10 to 30% of the dose and reduction of the pre-sahur dose 50% of the dose. And the usual dose for lunch to be taken and put before iftar. If the patient is on mixed insulin, pre-mixed insulin, so the largest dose to be given before iftar, and for sahur, you give 50% of the dose. So I don't usually recommend major change in treatment before Ramadan, especially with insulin regime. Of course, I totally agree, Dr. Ines. I totally agree. Unless the patient, يعني جالنا بدري, if he come early, يعني 4 or 6 weeks, 8 weeks, and if he is stable on the medication he's taking, صعب. طبعا حيك زي ما حيك قلت. إنما لو هو مثلا عنده يعني if the patient during self-monitoring have high and hypo, so يعني we can manipulate. إنما you are right, of course. Another question, Dr. Hisham, please, doctor, is it better to have one iftar meal? This is the same question. I think it was answered before. Is it important for patients on weekly GLP-1 receptor agonist to shift to daily injection before Ramadan? We don't have any studies on the weekly GLP-1 because it's recently launched. Like in logically, no problem. He can continue on the same regimen. Best time for dessert with minimal affection on blood glucose level. From my point of view, I think it's the best time is if he's performing tarawih before going to tarawih. So the exercise will help to prevent the severe hyperglycemia. So after iftar, by sometimes before going to perform some exercise like tarawih, he can take some desserts. How to manage insulin units during fasting? I think I You explained. I answered yes. If the patient is on basal bolus regime, we're going to reduce the basal units by 10 to 30% of the total dose, and for the boluses, we give the largest bolus dose on the iftar and the dinner dose to be divided by half, 50% of the dinner dose to be given with suhoor. And for the premixed insulin, we give the largest dose with iftar and 50% of the dinner dose with suhoor. What's your advice for those who we answered this question? We just answered it. Patients fasting against medical advice. Another question: use of meglitinides instead of sulfonylurea during fasting. I think this is the. But, this is your talk, Dr. Ines. يعني حضرتك هتوضح لنا بشيء من التفصيل. في الـ oral medication system. Okay. Is pregnancy an enough cause
of break the fasting? Is there any difference in monitoring blood glucose in pregnancy during fasting? الحقيقه بريجننسي زي ما وضح الدكتور محمد حسين ان اتسلف من الناحيه الدينيه هو اكسمشن، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني عمل اكسمشن للحامل وللمرضع فور ذيس فور ذوز ار لاكتيتنج اور بريجننت فور ذا سيك اوف ذير فيتس اور ذير بيبيز. But we can differentiate, as Dr. Muhammad explained in more details, that it's not one rule, actually. If it is well controlled, she can do self-monitoring. Before Ramadan, it was stable. She is not taking much more, not many doses of insulin. She can fast safely. Dr. Hisham, I object. Pregnant ladies who are diabetics should not fast at all. And I'm going to explain, maybe I didn't put these slides in my presentation, but if you allow me for a few more minutes, I'm going to add it, because pregnancy with diabetes, with fasting, is very hazardous. And it can cause permanent damage to the baby. So if this is a question, let me answer it in a few slides after my presentation. Inshallah. Is there any more questions? No, I think so now it's my great pleasure and honor to introduce my dear colleague, Dr. Ines Shaltoot. طبعاً Dr. Ines غنية عن التعريف كلنا عارفينها. She is a professor of internal medicine at Diabetes Cairo University. She is the head of the Arabic Association for the Study of Diabetes. She is a well-known speaker throughout the world. Dr. Ines will talk about an overview on diabetes and Ramadan, and she will concentrate on the medication or medicine during Ramadan. Fadali, Dr. Ines. Thank you very much, Professor Hisham. And I'm going to give an overview on Ramadan fasting, and then I'm going to finish with the oral treatment during Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصومه. This is an order from Mighty God to fast during Ramadan. And we did a study in 2018, ASG fasting and diabetes study among Egyptians, type 2 diabetic patients, and we found that 98% of these patients intend to fast. Patients who completed Ramadan fasting were 79% of the patients, and those who could fast more than 20 days were 12% of the group. During the DAR 2020, we had 820 patients from Egypt. Actually, most of them were from our center in Cairo. And the mean age of these patients was 53 years. And the average hemoglobin A1C was 8.5%. And duration of diabetes of a mean of 9 years. And these were some results when comparing Egyptian group to the Turkish group. And for Egyptian type 2 diabetic patients who intend to fast during the year 2020, we found 92.9%, 93% of the Egyptian type 2 diabetic patients intend to fast. And another question, did the COVID-19 epidemic affect the decision of fasting or not? And we found that 92% of the patients, the epidemic of COVID did not affect the decision of fasting. They fasted in spite of the exposure to COVID. How many days did you manage to fast during Ramadan? And we found that Egyptian
type 2 diabetic patients could fast 28 days during Ramadan 2020. And did they broke the fast due to hypoglycemia or not? We found that 36% of the patients suffered from hypoglycemia and they did not have to break the fast. During the fasting hours, just before iftar, there is the lowest blood glucose just before iftar, but just after iftar, the blood glucose is the highest. And these are the complications of fastings and risks of fasting: diabetic ketoacidosis, hypoglycemia, hyperglycemia, dehydration, and thrombosis. And during CREED study, the number of hypoglycemic events before Ramadan were 178 in the in this group of population, 1,885 diabetic type 2 patients. And this number of hypoglycemic events of 175 hypoglycemic event was increased to 285 hypoglycemic events during Ramadan months. This is the DAR global survey, and I was honored to be one of the authors. And this was studying older adults with type 2 diabetes who fasted during the COVID pandemic. And we found that the highest incidence of hypoglycemia was between 3 p.m. and Maghrib. So this is the risky time during the fasting hours. And for patients who broke the fast due to hypoglycemia, only 31% of the cases broke the fast due to hypoglycemia. This is a study we did, and Professor Hisham just mentioned about the pre-Ramadan education and the benefit of pre-Ramadan education and improvement in hypoglycemic events and management of hypoglycemic events with patients receiving pre-Ramadan education. Another two posters were published in IGF PoSAN 2019 about the effect and the benefit of pre-Ramadan education on people with type 2 diabetes. And also there was a great benefit of pre-Ramadan education on people who intend to fast Ramadan. And this is our fatwa taken by Fadilat al-Mufti. This fatwa is dedicated to the Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism in 2012. And let me mention the important important word in the fatwa. فإن غلب على ظن المريض أنه إن صام حصلت له مشق أو صام ثم حصلت له المشق سواء باشتداد وطأة المرض عليه أم احتاج إلى تناول الدواء أم غلبه الجوع أو العطش وهذا هو حال غالب مرضى السكر جاز له أن يفطر بل ويجب عليه أن يفطر إذا خشى على نفسه من الهلاك لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الفتوى دي كانت مقدمة مننا لدار الإفتاء والحقيقة أمانة الفتوى برئاسة دكتور محمد وسام خضر وفضيلة دكتور مجدي محمد عاشور مستشار فضيلة المفتي ادونا الفتوى دي وبيعملوا كانوا معانا ندوات وعشان نقدر نفيد مرضى السكر ونمنع عنهم الضرر. and we all know DAR guidelines and I'm part of DAR guidelines and I appreciate a lot
efforts done by DAR guidelines. But the ASCG did a consensus in 2021 because there is some social and environmental factors in Egyptians who intend to fast. And this is a summary of the ASCG consensus 2021, and we're going this year to make some changes in the this consensus, some update. But let me here discuss some topics that we have pregnant diabetic ladies among the very high risk patients. And maybe there is no time to read all the groups, the very high risk, the high risk, the moderate risk and low risk. But we can find this consensus in your groups on WhatsApp, and you're going to find it distributed by some pharma companies in Egypt. Therefore, hypoglycemia is a great risk in Ramadan, and this must be considered in selecting the proper medication. And let me start with lifestyle, because we had many questions on lifestyle today in the session. And usually fasting diabetics start to break the fast on dates. And we may tell the patient to take just one date or three dates at maximum, because the caloric equivalent in the in one date is around 70 kilocalories. And then the patient may drink some hot drink and then go to Maghrib prayer. And this is the dining table in an Egyptian house. Egyptian iftar, classic Egyptian iftar in maybe high standard family, and followed by dessert. But these are the example for an average breakfast. ده مثال للإفطار حضراتكم كلكم سألتوا. بنقول بعد أذان المغرب مباشرة تناول تمرة واحدة ثم طبق الشوربة. طبق الشوربة بيبقى أنواع من اللي موجودة هنا، شوربة طماطم، لسان عصفور، شعرية، بصل، فراخ، مشروم. تجنب إضافة الكريمة والدقيق والدسم للشوربة. الخضروات طبق خضار كبير، يفضل الابتعاد عن البطاطس والبسلة. طبق سلطة كبير بدون إضافة زيت. النشويات نوع واحد من التالي: رغيف خبز بلدي أو 8 ملاعق أرز، 8 ملاعق مكرونة، 2 ثمرة بطاطس صغيرة، أو كل ده أو على فكرة مسلوقة أو مطبوخة، 2 محشي فلفل أو 4 محشي كوسة أو باذنجان. الحقيقة لازم الدايت يبقى مناسب للناس كلها، ولازم يبقى فيه الحاجات اللي الناس بتحبها عشان الناس ترضى to follow this diet. بالنسبة للبروتينز، طبق فول. بعض الناس طبعا بتفطر فول، مش بتاكل لحمة أو فراخ، فلازم نديها الشويس ده، أو طبق بصارة أو ربع فرخة أو ربع أرنب صغير، أو 150 جرام لحوم أو سمك. تناول اللحوم بيكون مسلوق أو مشوي. المشروبات: كوب من التالي: كركديه محلى ببدائل السكر أو مياه غازية دايت، أو عصير جوافة بقليل من اللبن محلى ببدائل السكر، أو 8 وحدات فراولة عصير ومحلى ببدائل السكر. يعني لازم ندي البيشنت بتاعنا تشويس إزاي يقدر يعمل المشروب بتاعه من غير هاي كالوري. خلونا نقول إن the popular قمر الدين بقى اللي هو المشهور قوي الناس كلها بتحبه في رمضان، بنقول لهم إن كوباية قمر الدين فيها 500 سعر حراري، وده طبعا قمة الخطورة. بنروح نصلي التراويح، بنكون في الحالة دي قللنا البلد جلوكوز اللي هو هايست افتر افطار، وبعدين بناخد نوع واحد من التالي اللي هو ممكن يكون فواكه او حلويات. الفاكهة طبق سلطة فواكه او اي انواع فواكه غير سكرية.
أو اتنين وحدة قطايف. يعني دايما الواحد يقول لمرضى السكر ان هم يعني الحاجة اللي موجودة في البيت والحاجة اللي موجودة في رمضان لازم يدوق منها عشان بس يقدر يتبع النصايح بتاعت حضراتكم، او ياخد خشاف. الخشاف ده بنقول له واحدة ثمرة من كل نوع، واحدة بلح، واحدة مشمش، واحدة قراصية، ومعاها فول سوداني او مكسرات، او ان هو ياخد فاكهة بقى، تفاح، برتقان، جوافة، موز، شمام، بطيخ، خوخ، وهكذا. بالنسبة لوجبة السحور بنؤكد على الكلام اللي اتقال قبل كده ان هي تكون قبل الفجر مباشرة، بيبقى فيه رغيف بلدي على الاقل، يعني دايما يكون فيه اهتمام بالنشويات في وجبة السحور، او 2 سن 4 معلقة فول. ممكن طبعا لو هو شهيته اكتر ممكن نزود له الفول، ولكن مع كمية صغيرة من الدسم اللي هو معلقة صغيرة زيت او معلقة صغيرة سمنة بلدي. طبعا الزيت افضل اكيد من السمنة. 1 علبة زبادي او 1 كوباية لبن نصف دسم، قطعة جبن ابيض او رومي او قريش او فلامنك، فاكهة نوع واحد من التالي. ده مثال لفطار مريض سكر. Individualization of treatment is the key to management of diabetes during Ramadan. Before Ramadan, we should do an assessment and categorize the risk, create individualized management plan. During Ramadan, nutritional plan, medication adjustment, and to advise the patient to do an SMBG daily. And the frequency of SMBG is according to the type of treatment given to the patient, whether non-hypoglycemic medication or sulfonylurea or insulin. After Ramadan, there is post-Ramadan follow-up to discuss the medication and regime readjustment. And for oral antidiabetic medications, metformin, it is safe to use metformin during Ramadan. There is no randomized controlled trial conducted on metformin monotherapy during fasting with diabetics. However, the risk of hypoglycemia is low for metformin. So fasting is considered safe with the use of metformin. These are the changes on metformin dosing during Ramadan. If the patient is taking 1 daily dose of metformin, there is no dose modification and to be taken at iftar. If the patient is taking 2 daily dose, no dose modification is required and the dose to be taken iftar and sahur. For patients on 3 times daily dosing, we take 2/3 of the dose with iftar and 1/3 of the dose with suhoor. For prolonged release metformin, we prefer to give it on iftar. For sulfonylurea during Ramadan, if the sulfonylurea is given once daily dosing to be taken with iftar, and in patients with well-controlled blood glucose level, we may reduce the dose of sulfonylurea. For patients on 2 daily dosing, iftar dose remains the same. And for controlled patients, for well-controlled patients, we may reduce the suhoor dose. Older sulfonylureas like glypenclamide carry a risk of hypoglycemia and should be avoided. And the second generation sulfonylurea glycoside, especially glycoside MR and glimepiride, should be used instead of glypenclamide. This is the risk of hypoglycemia, which is less with second generation sulfonylurea when compared to glypenclamide. Glitazones during Ramadan. Pioglitazone is the only TZD approved for use of type 2 diabetes now, but there is limited clinical data on its use during Ramadan, but it's safe. It does not require dose modification during Ramadan and can be taken with sahur or with iftar.
for SGLT2 inhibitors, there should be some caution, especially in older individuals, due to the risk of dehydration. But there is no dose adjustment required during Ramadan, and it's advised to take the dose with iftar. And please don't start SGLT2 inhibitors just before Ramadan. We may start treatment with SGLT2 inhibitors 2 to 4 weeks before Ramadan to avoid any dehydration, thirst, or polyuria. For DPP-4 inhibitors, we don't require any treatment modification during Ramadan, and they are safe as regards hypoglycemia. And these are the benefits of DPP-4 inhibitors, vildagliptin, sitagliptin, and other DPP-4 inhibitors during Ramadan, that they carry low risk of hypoglycemia while maintaining good glycemic control, and beside the other benefits of DPP-4 inhibitors. This is the summary of all oral antidiabetic medication, just in one slide. And let me add here the GLP-1 receptor agonist, because there was two questions about GLP-1 receptor agonist. Once appropriate dose titration has been achieved, no further dose modification is required. So if we are reaching the dose of GLP-1 receptor agonist before Ramadan, please don't increase the dose during Ramadan and maintain the same dose during Ramadan, whether once daily or once weekly. For short-acting insulin secretagogues, if it's taken 3 times per day and the patient is not well controlled, we can take 2/3 of the dose with iftar and 1/3 of the dose with suhoor. If the patient is very well controlled, we may reduce the dose to just 1/3 before iftar and 1/3 before suhoor. This is a case scenario, and I'm going to discuss it with you. So please, I'm expecting your comments. Mrs. Noha is a 54 years old female patient diagnosed with type 2 diabetes 3 years ago on metformin 2000 milligram per day, repaglinide 0.5 once daily before the main meal, together with lifestyle in most of the days. Some days she had to reduce the dose of metformin because of sense of bloating, and sometimes she had to stop it for a few days. She had history of recurrent UTI. She came for follow-up and advice before fasting Ramadan. Yep, Mrs. Noha on metformin and repaglinide once per day. And she's having some GIT upset due to metformin, and history of recurrent UTI, and she's coming for pre-Ramadan advice. Her hemoglobin A1C 7.8, so she's not controlled yet. A fasting blood glucose 160, 2 hours postprandial 240, TSH normal, estimated GFR 50, albumin creatinine 30 milligram, lipid profile normal, hemoglobin 10.2, urine analysis pus cells 30 to 40. She's having UTI, blood pressure 140 over 85, with no postural changes, BMI 32, chest and heart normal, abdominal examination score of cesarean section, upper limb mild pallor, she's having anemia, and lower limb absent dorsalis pedis on the right side, no signs of ischemic changes or atrophy. She may need some investigation to her lower limb. This patient, what's your decision to fast or not to fast?
what is the risk for her and how to minimize her risk if she wants to fast Ramadan. I'm going to expect your input and comments on this case. And these are the questions now to be discussed. What's your hemoglobin A1C target for this patient? Less than 6.5, 6.5 to 7%, 7 to 7.5%, from 7.5 to 8%. And how to choose an oral antidiabetic medication for this lady. Are you going to choose a sulfonylurea, saazolidinedione, dipeptidylpeptidase inhibitor, SGLT2 inhibitor, GLP-1 receptor agonist, and let me remind you that she is taking already metformin. Let this lady take the reward of fasting. And let me finish my presentation with the virtue trial. Really, I had the pleasure to be part of the virtue trial published in many places, sponsored by Novartis. And it was a multinational, non-interventional study to assess the effect of vildagliptin relative to sulfonylurea as dual therapy with metformin or as monotherapy in Muslim patients with type 2 diabetic patients fasting during Ramadan. And the results of the VIRTUE study, significant lower or fewer patients experiencing hypoglycemia with vildagliptin versus sulfonylurea during Ramadan. And this is a percentage of patients having at least more than one hypoglycemic events in vildagliptin versus sulfonylurea. The sulfonylurea is in the black. And for patients with grade 2 hypoglycemic events, there was no severe hypoglycemia with vildagliptin versus sulfonylurea. There was 3.5 folds less hypoglycemic events in vildagliptin versus sulfonylurea. Ramadan Kareem. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لحضراتكم. Thank you, دكتورة إيناس. دكتورة إيناس discussed many of the practical problems we are seeing in Ramadan. Now open discussion for questions first and then discussion about the scenario دكتورة إيناس gave us. نبدا بالكويشنز دكتوره ايناس الاول او في اسئله لسه ما فيش اسئله هو بينقلها حضرتك عايزه تقولي لنا حاجه على البريجننسي؟ الحقيقه عايزه اقول لكم لو في وقت مش عارفه دكتور عمرو اتكلم على البريجننسي ولا ايه رايك دكتور عمرو؟ دكتور عمرو لسه مش معانا. في سؤال دكتوره ايناس في سؤال وصل اهو. انا ممكن اقول لكم البريجننسي بسرعه لانه موضوع مهم قوي قبل ما تيجي الاسئله. This is a case scenario of two pregnant ladies fasting of the pregnant diabetic lady. Two cases: Mrs. Mona, 28 years old, type 1 diabetic since 4 years. Now she's pregnant in her third month of pregnancy, and she wished to fast next Ramadan. And Mrs. Noha, 36 years old, discovered to have gestational diabetes during the fifth month of pregnancy, and she wished to fast next Ramadan. Diabetic ladies
with pregnancy need tight glycemic control with basal bolus insulin. And these are the targets for blood glucose level, fasting blood glucose of less than 95 milligram and 1 hour postprandial less than 140 milligram and 2 hours postprandial less than 120 milligram, two tight numbers to be achieved without incidence of hypoglycemia. These are the Canadian diabetes guidelines. And these are the guidelines of the American Association of Clinical Endocrinology and the American Diabetes Association guidelines. For patients with gestational diabetes, the preprandial to be less than 95, and for patients with pre-existing type 1 or type 2 diabetes, the preprandial and bedtime to be between 60 and 99. Actually, this is impossible to achieve. And for postprandial with gestational diabetes, 1 hour less than 140 and 2 hours less than 120. And for pre-existing diabetes, peak postprandial to be between 100 and 129. And hemoglobin A1C equals or less than 6%. These targets are impossible to be achieved except with insulin pump, actually. And if the patient is not using an insulin pump, this patient is at risk of repeated hypoglycemia. And let me show you these side effects and complications of pregnancy with diabetes. Pregnancy itself may be associated with impaired counter-regulatory mechanism and hypoglycemia unawareness. And the risk of hypoglycemia in diabetic pregnancy is due to high insulin concentration and failure in physiological protective mechanism. 45 to 71% of type 1 diabetic women experience severe hypoglycemia during pregnancy, and severe hypoglycemia can occur during pregnancy 3 to 5 times more frequently in the first trimester. And the effect of hypoglycemia on the fetus is controversial. Maybe our possibility of teratogenicity is still debated. And low level of maternal glucose during pregnancy may cause fetal growth retardation and small for gestational age infants. Maternal hypoglycemia may also determine impaired fetal beta cell function, and subsequently diabetes when the baby is becoming adult. These are some other groups of complications in pregnancy: placental insufficiency with hypoglycemia, diabetic ketoacidosis may be fatal to the fetus, neonatal hypoglycemia, very high incidence rate of severe hypoglycemia between 19 to 44% reported in diabetic pregnancy, and a 2008 study on pregnant ladies with type 1 diabetes found that 45% experienced episodes of hypoglycemia, especially during the first and second trimester. So these are the complications of fasting with pregnancy. So would you allow your patient to fast if she's pregnant, diabetic lady or not? I will not, really. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى رحيم، ربنا أعلم مننا، وقال إن الحامل غير مصابة بالسكر تفطر. إحنا مش معقول نقول للحامل المصابة بالسكر إنها تصوم. معلش ده رأيي، بعد الحقيقة قرينا كتير وبحثنا الموضوع جداً، وأظن إن أنا يعني دكتور عمرو عبد الوهاب مستنينه يدخل معانا، لكن هو إن شاء الله يعني هيوافقني في الكلام ده. يا ترى الأسئلة جت؟ هي في أسئلة جت يا دكتورة إيناس. فين الشات؟
mitral regurgitation. هو في سؤال هنا على الجليتازونز. جليفلوزين. I think. جليفلوزين. Regarding initiation. احنا قلناها ده. قلنا ان الجليفلوزين to be better started 2 to 4 weeks before رمضان. في الاول كمان كنا بنقول 4 to 8 weeks 1 to 2 months وبعدين يعني الستاديز قالت ان ممكن يبقى 2 to 4 weeks before رمضان ان انا استخدم SGLT2 inhibitors. اي دكتور هشام السؤال بعد كده حاجة بيسأل حد بيسأل patient on combined therapy اعتقد قصده جليبتس بلس يعني او جالفا سميت and she tried last Ramadan to take هي دي أدوية مكتوبة بأسمي شركات after time only only at iftar time only and she experienced a good control as she mentioned she asked to repeat the same العيانة دي غالبا كانت بتاخد DPP-4 combination with metformin ولما كانت بتاخد مرتين تعبت فهي she took one only at iftar and she had no problems during the last Ramadan. Could she repeat the same one single dose of the combination of I think DPP-4 inhibitor with metformin or not? Maybe if she's controlled. So she has to do SMBG at home to find if she's controlled on one daily dose or not. If she's controlled, the 2 hours postprandial, it's okay to take one. And also to make analysis, if possible, 2 hours after suhoor. If not, she can make analysis in the morning to check if there is no hyperglycemia after suhoor. If there is hypoglycemia after suhoor, she may take metformin with suhoor and the combination at iftar. And it depends on the 2 hours after suhoor. Control. السؤال اللي بعد كده هقول لو عيان ماشي وكاتب بالعربي لو عيان ماشي على جارديانز وتراجنتا يعني قصده انه دي بي بي 4 واس جي ال تي 2 ومره ومتفورمين مرتين يعدل حاجه ولا يكمل يعني do you recommend حضرتك البيشنتس اون دي بي 4 اند اس جي ال تي 2 تو كونتينيو اور تو اي ثينك يو انسرد اوريدي لو العيان كنترول حسب العيان مظبوط ولا لا ويل كنترول العيان مظبوط ولا لا السؤال اللي بعده شكرا على المحاضره كلنا بنشكر حضرتك الرائعه ولو سمحت ممكن شريحه نموذج الوجبات الحقيقه انا كويسه دي حضرتك نموذج الوجبات اعتقد هيكون موجود على موقع الجمعيه دكتوره ايناس ان شاء الله والله ممكن نحطه انا افتكر سكرتاريه معانا حاضره النهارده نحط الافطار النموذج الاكل بتاع رمضان وكمان في شركات على فكره طبعت الانستراكشنز دي ووزعتها على عدد كبير من الدكاتره ممكن يدوروا عليها مع الشركات لكن احنا ان شاء الله سكرتاريه حاضره معانا وتحطها على نحطها على الويب سايت شكرا السؤال اللي بعد كده بيقول pregnant woman with mitral regurgitation with gestational diabetes and acute heart failure how to manage there is attacks of hypoglycemic with low insulin dose 25 units at morning اي دي طبعا احنا مش بنتكلم على صيام خالص صح يعني لا دي هايبوجلايسيميا حضرتك اتاكس هايبوجلايسيميا واكيوت هارت فيلير انا اوافق حضرتك في دي لا ما تصومش خالص حرام دي حرام تصوم يا دكتور دي مش هتصوم طبعا خالص اساسا فاذا كان الكلام على الهايبوجلايسيميا شيز بريجننت وبيحصل لها هايبوجلايسيميا مع 25 يونتس ان ذا مورنينج طب نقسم الدوزز يعني في حضرتك دي حضرتك دي كومبليكيتد وما ينفعش تصوم حضرتك لا احنا مش بنتكلم على الصيام خالص يعني اظن حتى السؤال ما فيهوش صيام
يعني هو السؤال ده how to manage the patient اللي عندها pregnancy وعندها mitral regurgitation وبتاخد انسولين. يعني انا مش شايفه هنا الصيام مش وارد. عندها جستيشن لحضرتك بيقول عندها جستيشنال دايابيتس. ما اعرفش قصده بقى هي حامل دلوقتي ولا ولدت يعني. حامل اظن. حامل فاعتقد انها دي ما تصومش. دي ما تصومش. ما هي دي مش هتصوم بس يمكن دكتور قصده تتظبط ازاي؟ يعني بيقول لما بتاخد 25 يونت انسولين في الصبح بيجي لها هايبوجلايسيميا. فاحنا هنقول انها تقسم الدوز. يعني تقسم الدوز ولو كانت هي جستيشنال دايابيتس فقط وممكن تمشي على الميتفورمين يبقى ده حل برضه. يعني كانت هتظبط اكلها وتاخد ميتفورمين ممكن. تمام. السؤال بعد كده دكتور بيسال as we see post افطار هايبرجلايسيميا so using bioglitazone post افطار hyperglycemia هيبقى مناسب في الافطار عشان يمنع البوست الاكسكيرشن اللي بيحصل قبل ما يبقى عندنا نيور انتي دايابيتيك ميديكيشنز الحقيقه اللي هي زي الجي بي بي 4 انهبيتورز بايوجليتازون was seen as an important medication to use during Ramadan. يعني احنا كنا بنفكر دايما ان العيان اللي احنا هنخاف ان هو يجيله هايبوجلايسيميا من السلفونيليوريا ان احنا نديله جليتازونز بس عشان ابتدي جليتازون ما ابتديهوش قبل رمضان على طول لان احنا عارفين وفاكرين من زمان من ساعه ما كنا بنستخدمه كتير ان هو لازم يستخدم ويكس بيفور رمضان عشان اقدر ان هو يدي نتيجه خلال رمضان. فالكلام ده الحقيقه كان فعلا منفذ قبل كده كنا بنستخدم بايوجليتازون ان انا اظبط بيه البلاد جلوكوز وفي نفس الوقت نو هايبوجلايسيميا. احنا دلوقتي بس طبعا استخدامه قل بدرجه كبيره وابتدى يبقى عندنا سيفر ميديكيشنز زي الجي بي بي 4 انهبيتورز ويمكن هنسمع كلام كتير على الجي بي بي 4 انهبيتورز مع دكتور عمرو عبد الوهاب. منور استاذنا الدكتور عمرو. دكتور عمرو كان معانا من شويه. نعم دكتور عمرو يدخل حد يكلمه يا جماعه.
في بعض الأسئلة تانية جات يا جماعة نجاوب عليها. If seven times is not available, what are the most important two times for fasting? طبعا هنا بنتكلم على الـ SMBG اللي هو self monitoring of blood glucose. دكتور بيسأل لو سبع مرات، طبعا صعب نطلب من حد سبع مرات، لو احنا محتاجين مرتين فقط، لو محتاجين مرة واحدة فقط هنعملها قبل الفطار. ليه؟ عشان ده lowest time of blood glucose. If we are going to just do one SMBG, then we are going to do it just before iftar. If we are going to do two SMBGs, then one before iftar and one 2 hours after iftar. If we want another timing, then it may be 8 hours after suhoor. This is the usual fasting blood glucose. If the morning or the 8 hours after suhoor blood glucose is lower than 80, then we know that this patient is not going to complete the fasting day or the fasting hours safely. This person may be advised not to fast. And we should do blood glucose testing, SMBG, at any time with symptoms of hypoglycemia or hyperglycemia, any drowsiness, tremors, numbness in the face, numbness in the hands, lack of concentration. The diabetic person should be doing an urgent SMBG. If the blood glucose is less than 70, even 10 minutes before iftar, please break your fast. If it is above 300, then we should break the fasting. يبقى احنا لازم نعمل blood glucose يا جماعة لو في أي symptoms of hypo or hyperglycemia. لو لقينا ال blood glucose تحت تحت ال 70 في أي وقت من وقت الصيام، حتى لو كان قبل الفطار، كتير العيان بيستخسر اليوم ويقول طيب أنا فاضلي على الفطار نص ساعة أروح أنام ولغاية ما الفطار يجي وساعتها افطر. بنقول له لا، it is very risky to sleep just before افطار. دايما عيان السكر ننصحه اذا كان هينام ينام فتره الظهريه، لكن ما يجيش ينام في الفتره اللي قبل المغرب على طول، لان هي الوقت اللي فيها lowest blood glucose، ممكن يدخل في hypoglycemic coma during sleep. لو سكره وطي عن 70 في اي وقت حتى لو قبل الفطار بربع ساعه بنقول له افطر عشان ما يدخلش في hypoglycemic coma or irreversible brain damage اللي احنا عارفين هو ممكن يحصل. والحاجه الثانيه ان هو لو حلل الصبح اول ما يصحى ولقى البلاد جلوكوز بتاعه اقل من 80 بيبقى عارف ان هو مش هيقدر يكمل اليوم، يبقى يفطر وخلاص افضل. ايه اسئله تاني يا جماعه؟ طيب during Ramadan what is the recommended class of oral hypoglycemic in addition to metformin if combination؟ انا فين الاجابات اللي انا قلت لحضراتكم مستنياها الكومنتس اللي على الحاله؟ احنا نسيناها. during Ramadan what is the recommended class of oral hypoglycemic in addition to metformin if combination is recommended in patient without any organ damage. الحقيقة يعني إحنا when we screen all the oral antidiabetic medications أنا I prefer the GPP4 inhibitors during Ramadan. GPP4 inhibitors have rare incidence of hypoglycemia and no severe hypoglycemia وبتشتغل مع الميلز فقط glucose dependent action وطبعا ده بيبقى يعني مفيد جدا بالنسبه لرمضان. مفيش كومنتس على الحاله جت عند حضرتك؟
الحالة اللي أنا قدمتها. حضرتك تشوف الشات كده. كان في سؤال اللي هو is it better to have one iftar meal or divided by two hours in between, اللي هو نقسم وجبة الإفطار ولا ناكلها كلها مرة واحدة. إذا كان البيشنت عنده يعني هيبقى hypoglycemic during البري افطار اورز، يعني الحقيقه ممكن يكون صعب قوي ان انا اقسم الميل، لكن اللي انا اقدر اقسمه هو ان انا اخد التحليه او الديزرت اللي هو هياكلها واقول له خدها بعد الـ بعد الـ عمل الـ التراويح. وخلينا نقول ان التراويح دايما بيبقى الوقت بتاعها جاست one and a half hour after، هي بتبقى بعد صلاة العشاء على طول. وقتها ده هو الوقت بتاع الهايست بلاد جلوكوز، فأنا بقول كويس قوي الوقت ده إن العيان يروح يعمل فيه التراويح، وإن هو بيكون الماكسيمم بلاد جلوكوز عنده، ولما يرجع من التراويح ياكل يا إما السناك يا إما الديزرت. If the patient، أهلا دكتور عمرو مستنينك. دكتور هشام مش ولا إيه؟ أخلص. طيب أنا هنا مش فاهمة السؤال ده. If the patient take for SIGA، for SIGA one time and Galvus two times، is there any adjustment in Ramadan or not؟ For SIGA SGLT2 inhibitor with Galvus مرتين في اليوم، لو كان البيشنت well controlled on these two medications ممكن يمشي عليهم، لأن هما الاثنين will not lead to hypoglycemia. دكتور عمرو نبتدي عشان ما نتأخرش. بقدم طبعا أستاذ دكتور عمرو عبد الوهاب، أستاذ الأمراض الباطنة وال السكر بكلية طب المنيا، ونائب رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، ودكتور عمرو will talk about GPP4 inhibitors. دكتور عمرو اتفضل. مساء الخير عليكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم بإذن الله. الطب بتاعت النهارده ظهر عندكم يا جماعة؟ ظهر يا دكتور عمرو. اوكي. النهارده العنوان شويه تقيل، كونفيدنس ثرو انسرتينيتيز رمضان كلينيكال ترايلز. هنقدم برزنتيشن الاول ونشوف الكرنت جايد لاينز والكونسنسس فور رمضان فاستنج بتقول ايه، وهنقول الاختيارات بتاعتنا في الميديكيشن واحسن ميديكيشن ممكنه ايه، او امونج احسن ميديكيشن ممكنه ايه بالايفيدنس بيست ميديسن. أحمد 66 سنة، عنده دايابيتس 7 سنين فاتوا، الـ A1C بتاعه 7.5 حاليا، الـ Estimated GFR بتاعه 63، الـ Current Medication Vildagliptin Metformin SGLT2 Inhibitor Combination ARB وديوريتك for Hypertension، والـ Blood Pressure بتاعه Control، الـ LDL بتاعته Control بالـ Ezetimibe Statin، ما عندوش هيسترو سجستف ماكروفاسكولار ديزيز، الاي سي جي نورمال، عنده دايابيتك نيوروباثي، وعنده نون بروليفرتيف دايابيتك ريتينوباثي، وعنده مايكرو البومينوريا اذروايز تي اس اتش نورمال. بيسال يصوم ولا ما يصومش. دي ال
احدث حاجه ظهرت في خصوص الصيام في رمضان سكورينج سيستم بتاع الاي دي اف دار جايد لاينز او كونسنسس. الحقيقه اهم ما يميزها هو الانديفيدواليزيشن، ان ما ينفعش انك انت تاخد حته واحده بس من العيان وتبني عليها انه يصوم ولا ما يصومش، لازم تاخد العيان ككل. كل ما زادت الملت والريسك كل ما كان من الصعب انه يصوم. صحيح في بعض الاختلافات بين وجهه النظر بتاعتنا ربما انا والدكتوره ايناس في بعض الامور، انما ان جنرال هذا الدوكيمنت دي ممتازه. احنا بس النهارده هنستريس على حاجات معينه فيها. زي عياننا النهارده، عياننا النهارده بالريسك سكور سيستم هتلاقيه زيرو او واحد، لما تعد له الريسك سكور هتلاقيه زيرو او واحد، وانه هو ماست فاست. لو جبت الاي والاي اس دي هتلاقيه برضو انه هو ممكن يصوم، هو مودريت لو ريسك. عيب الريسك ستراتيفيكيشن بتاع الاي دي والاي اس دي ان هي ما فيهاش انديفيدواليزيشن وما فيهاش لوك على الكلاسترنج اوف ريسك فاكتورز ان ا سيرتن بيشنت. يعني مثلا هو بيقول الهاي ريسك، الهاي ريسك اللي عنده مودريت هايبر جلايسيميا من 8 ل 10% وعنده سيجنيفيكانت مايكرو فاسكولار او ماكرو فاسكولار وليفنج الون وعنده كومبايند كونديشن زي هارت فيلير او مالجنسي او كني والدري، لو كانت كلهم في حاجه واحده في عيان واحد يبقى هي برضه هتعتبره نفس الكلاس. هو ده عيب الرئيسي في الاي اس دي الاي دي اي جايد لاينز. وبالتالي احنا لغايه ما الاي اس دي تطلع الكونسنسس بتاعها واللي احنا شغالين فيه دلوقتي، فانا بعتقد ان هو الامثل ليكو هو الدار اي دي اف جايد لاينز. على عكس بقى اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي قالت ان العيان ده ذا فيري هاي ريسك للديفلوبمنت اوف كارديوفاسكولار ديزيز. هو عنده تارجت اورجان دامج على هيئه مايكرو البومونوريا، عنده دايابيتس ميليتس، وعنده 3 اور مور ريسك فاكتورز زي الهايبرتنشن زي الايدج زي بينج ميل. اذا فهذا العيان as you see very high risk as cardiovascular risk categories في الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي. لو نزلت شويه او تعمقت شويه في الاي اس سي جايد لاينز بتاع 2019، هم صنفوا البلاد الى ثلاثه كاتيجوريز، لو ريسك تشارتس وهاي ريسك تشارتس. العجيب بقى حطوا مصر في ايه؟ ان سام كانتريز زي مصر هاف ا كارديوفاسكولار مورتاليتي ريت مور ذان 350 بير 100,000 بيشنت، ذا هاي ريسك تشارت مي اندر استيميت الريسك. كذا دوله منهم ايجيبت، يعني حتى باللي احنا قلناه ده احنا بن اندر استيميت الريسك. هنا ازاي نايدنتيفاي العيان ده ايبل انه يصوم ولا لا؟ على حسب الدار يصوم، على حسب الاي سي دي والاي دي اي يصوم، على حسب الاي سي سي ده فيري هاي ريسك كارديوفاسكولار ديزيز وخصوصا انه من مصر. لو قلت لك العيان ده عنده ليفت فنتريكولار هايبرتروفي برضه على حسب الاثنين دول يصوم. لو قلت لك العيان ده بيعيش في الصعيد ودرجه الحراره 45 برضه يصوم. لو قلت لك ان العيان ده هارد مانيور ورك برضه يصوم في الدار انما ما يصومش في الاي اس دي والاي دي اي جايد لاينز. زي ما انتم شايفين ان نفس العيان في كذا مشكله لازم تتاخد في الاعتبار قبل ما نقول له قرار يصوم ولا مش هيصوم. انما ازاي هاو تو ايدنتيفاي ا بيشنت ويز هاي كارديوفاسكولار ريسك ويزر تو فاست اور نوت تو فاست. هنا احنا بنقدم فكره المايكروفاسكولار كومبليكيشن. هي الايديا ان الديسجلايسيميا او الهايبر جلايسيميا الكرونيك هايبر جلايسيميا على مدى ييرز بتعمل الكومبليكيشن زي ما احنا كلنا عارفين. المايكروفاسكولار كومبليكيشن بتحصل ا ليتل بيت ايرليير ذان الماكروفاسكولار كومبليكيشن. يبقى في السبيكترم بتاعنا
لو عيان ما عندوش مايكروفاسكولار كومبليكيشن ده نصومه واحنا مستريحين. عيان ما عنده مايكروفاسكولار كومبليكيشن كل ما حصل كلاسترنج للمايكروفاسكولار كومبليكيشن كل ما بقت ادفانسد كل ما كان بيقرب على انه يجي له مايكروفاسكولار كومبليكيشن وهنا نريكونسيدر قرار الصيام بتاعه حتى لو كان بالريسك سكورينج سيستم امن للصيام. هل هناك ايفيدنس على هذا الكلام؟ نجيب لكم الايفيدنس. اول حاجه في النفروباسي ان تايب 2 دايابيتس ستادي في كوهورت في اوف ان كوهورت اوف 742 تايب 2 diabetic patient, albuminuria has a relevant prognostic effect on cardiovascular morbidity and mortality, especially pronounced when GFR is normal. يعني مهم جدا انك تحط المايكرو البومنوريا في الاعتبار مش علشان انها هتبقى الكيدني كونديشن هتبقى progressed or not progressed during fasting, لا the risk marker حتى و GFR normal. Another study involved 25 studies, meta-analysis involved 25 studies and included 54,000 patients or more than 54,000 patients. Diabetic retinopathy was associated by a 1.5-fold increase in cardiovascular event. And albuminuria or reduced GFR was associated by 2-fold increase in cardiovascular event. And in the presence of more than one microvascular complication, the risk is accentuated. Moreover, in a meta-analysis, another meta-analysis, patient with type 2 diabetes mellitus with proliferative retinopathy or diabetic macular edema or diabetic macular edema had an increased risk of incident cardiovascular disease and cardiovascular events compared with those with non-proliferative diabetic retinopathy or no retinopathy. Also another study, both non-proliferative diabetic retinopathy and proliferative laser-treated retinopathy was associated with an increased risk of incident cardiovascular events in type 2 diabetes patients without any significant sex difference. Another study, diabetic peripheral neuropathy has higher association with cardiovascular disease. زي ما شايفين احنا العيان الدايابيتيك لازم نحط الميكروفاسكولار كومبليكيشن قدامنا واحنا بناخد قرار الصيام حتى لو الداتا بتاعتنا بتقول دايس زي في حاله الاستاذ ده. الاستاذ ده عنده تريبل مايكروفاسكولار كومبليكيشنز تمام ثلاثه وبالتالي احنا لازم نحطه في الاعتبار انه ما كانش فيري هاي ريسك فعلى الاقل نحطه هاي ريسك. هرجعكم شويه لسنه 2001. 2001 ابتدت الاستدي اللي هي الاي بي دي ار دي اللاند مارك ستدي بتاعه دايابيتس اند رمضان. كانت الابيديميولوجي اوف دايابيتس اند رمضان. الاستدي دي اتعملت في 2001. If you trace your calendar to this year, you will find that Ramadan months, the holy months of Ramadan, occurred simultaneously or occurred in the winter months. وبالتالي في هناك في الاستدي دي under estimation للإفكت of heat أو effect of weather والإفكت بتاع a longer time of fasting. فإحنا هنا الهيدريشن والثرومبوزس إذا كان موجود في الابيديار increased risk, الريسك ده هيبقى accentuated لما نبقى في يوليا أو في أغسطس. في نفس الستادي دي هنبص لأن الهايبوغليسيميا increased تمام during رمضان وبالتالي إحنا وإحنا بنفكر في قرارنا وإحنا نصوم العيان هنديله ميديكيشن ايه هنحط في دماغنا سيف وإفكتف ميديكيشن ديورينج رمضان ما فيش هايبوغليسيميا وإذا كان بالإمكان إنه بريفنت المايكروفاسكولار كومبليكيشن يبقى كويس. هذه الريكومنديشن بتاعت الاي دي اي والاي سي دي 2020
ماذا قالت عن الدي بي بي 4 انهيبيتور اللي احنا بنتكلم النهارده في معيه شركه نوفارتس وفي معيه الجالفاس او البلدا جليبتين؟ الكونسنسس ذات دي بي بي 4 انهيبيتورز از ان اد اون اوبشن تو ميتفورمين ويل ذير از كومبيلينج نيد تو مينيمايز هايبوغليسيميا. يبقى اهم حاجه ان احنا مينيمايز الهايبوغليسيميا اللي هي اوريدي ريسك كومبليكيشن للفاستنج على حسب الاي بي دي ار ستادي. في نفس الوقت هو ويت نيوترال. طيب الدي بي بي 4 انهيبيتورز لها بوتنشال افكت في تايب 2 دايابيتس، هل كلهم زي بعض؟ تعالوا نشوف. ده الافكت اوف البلدا جليبتين فيرسس السيتا جليبتين على تو بارامترز، الاولانيه على الجي لي بي 1 والثانيه على البلازما جلوكاجون كونسنتريشن. كل ما زاد الجي لي بي 1 كل ما قل الجلوكاجون كونسنتريشن. هتلاقوا ان الفيلدا جليبتين كان بيتر زان السيتا جليبتين في جي لي بي 1 اليفيشن، وفي نفس الوقت كان بيتر زان الجلوكاجون زان السيتا جليبتين في الديكريس بتاع الجلوكاجون. مش بس كده، ده عندي افكت تاني على حاجه اسمها البلاد شوجر فاريابيليتي، اسمها المين امبليتيود جلوكوز اكسكرشن. المين امبليتيود جلوكوز اكسكرشن ده بارامتر اللي بنقيس بيه بلاد شوجر فاريابيليتي. كل ما زادت الفاريابيليتي كل ما كان أسوأ، كل ما قلت الفاريابيليتي كل ما ده كان احسن. هنلاقي ان الفيلدا جليبتين كان افضل بكتير من السيتا جليبتين از ريجارد المين امبليتيود جلوكوز اكسكيوشن. الاوكسيديف ستريس الفيلدا جليبتين افضل من السيتا. الانفلاماتري ماركرز زي الانترلوكين 6 زي الانترلوكين 18 بوس فيلدا جليبتين كان احسن من السيتا جليبتين. الجالباس بيديني مين مين امبليتيود جلوكوز اكسكيوشن ديكريمنتس بيتر زان سيتا. ده ليه دور ده ليه دور على الانتيمات ميديال سيكنس. في الاستادي دي لقوا ان الكنترول اوف ديلي اكيوت جلوكوز فلكتويشن بيقلل الانتيمات ميديال سيكنس. لما قارنوا بين السيتا والفيلدا لقوا ان الانتيميديال سيكنس بعد 3 شهور كان اقل في الفيلدا ارم عن السيتا ارم. يبقى after 3 months of therapy changes intimidial sickness significantly correlated with the changes in mean amplitude glucose excretion but not with the change in A1C in the whole population. يعني ما كانش في فرق في الكنترول، كانوا زي بعض. مش بس كده، لكنه it provides 3.54 lower incidence of hypoglycemic events when compared to sulfonylurea evidence. عشان تعرفوا ان الدار IDF guideline included three randomized control trials و 5 observational trials كانوا على الفيلدا بليبتين، والفيلدا بليبتين عطى نفس الريزلتس اكروس اول ذيس ستادز. الدكتوره ايناس اعتقد اتعرضت لاحدهم، لكن انا بسرعه كده هراجعها معاكم. في الفيرشو مثلا على سبيل المثال، العيانين اللي اكسبيرينس اكتر من 1 هايبوغليسيميك ايفنت فيرسس سلفونيليوريا كانوا اقل. البيشنتس اللي خدوا سيفيريتي كان جريد 2 سيفيريتي هايبوغليسيميا كان في السلفونيليوريا موجود، انما كان زيرو في الفيلدا جليبتين او الجالباس. يبقى بوث السيفيريتي والفريكوانسي ار ريديوسد ان فيلدا فيلدا جليبتين ارم فيرسس السلفونيليوريا ارم.
اوكي، ودي كانت مالتي ناشونال ريال وورلد ستادي. الميزه في الريال وورلد ستادي انها ريال وورلد باختصار. حضرتك لما بتعمل راندومايز كنترول ترايل، العيان بيمشي على ستريكت انستراكشنز والدكتور بيمشي على ستريكت انستراكشنز، وبالتالي الديلي تشينجز ما بين العيان وما بين الدكتور، هزر العيان او الدكتور، ما بتبقاش موجوده. انما لما بنقلب للريال لايف بتلاقي ان في حياه تانية، في شيء تاني بيحصل. كل ما الدراج عتاداتا احسن في الريال لايف او ريال وورلد ستاديز، كل ما كان افضل. الفيرشو عملوا شافوا اني سلفونايل يوريا بيعمل، لقوا انه كله كان بيعمل هايبوغلايسيميك ايفنت اكتر من الفيلداجليبتين، ويزر جلايبيزايد او جلايبيكلامايد او جلايكلازايد او جليميبرايتس. بس الامانه بتدعوني نقول الجلايكلازايد اللي استخدم كانت 80 مش الام ار. الفيكتور ستادي دي انازر ستادي بصت على حاجتي الهايبوغليسيميك ايفنتس، وبصت على الاي وان سي. ما انا ممكن اقلل الهايبوغليسيميا بس في نفس الوقت الاي وان سي اللص الكنترول عليه، وبالتالي لازم يبقى الاثنين موجودين في الاستادي. لقينا ان فيرسس السلفونيليوريا الفيلداجليبتين كان زيرو از ريجارد الهايبوغليسيميك ايفنت، الاكثر من 1 هايبوغليسيميك ايفنت، والسلفونيليوريا كان اراوند 41% عندهم الهايبوغليسيميك ايفنت. لكن الاي 1 سي هتلاقي ان الاي 1 سي زاد 0.1 في الار بتاع السلفونيليوريا، انما قل 0.4 في الار بتاع الجالفس او الفيلدا جلابتين. اوفر اول الفرق ما بينهم كام؟ 0.5. طيب الفيرشو سامري، هل الافكت كان كمان على البودي ويت ولا كان البودي ويت في تغيير؟ لقينا ان احنا عيانين اللي خدوا الجالفس او الفيلدا جلابتين البودي ويت عندهم قل ب 0.76 كيلوغرامز، فيرسس ان المجموعه السلفونيليوريا قلوا ب 0.13. الاي 1 سي زي ما اتفقنا كان البيلداجليبتين افضل من السلفونيليوريا، والنمبر اوف هايبوغليسيميك ايفنتس كان برضو افضل في الفيلدا جليبتين او جالفس ارم فيرسس السلفونيليوريا ارم. كده السمري بتاعنا ان اولا ريسك سكورينج it allows individualization we consider a clustering of risk factor in one individual yet there is some missing points زي العيان اللي اتكلمنا عنه وبعض البوينتس اللي اتكلمت عنها الدكتورة إيناس في المحاضرة الشيقة بتاعتها. وأيضا احنا استعرضنا الدلائل بتاعة المميزات بتاعة الفيلداجليبتين في عيانين رمضان. انا عندي افيكاسي، انا عندي سيفتي باي لو انسيدنس اوف هايبوغليسيميا، انا عندي جود افكت على الويت كنترول، انا عندي تو جايد لاينز استعرضناهم سواء الاي دي اف دار جايد لاين او الاي دي اي اي سي دي اللي استرسد على ان الدي بي 4 انهبيتور اللي زي الجالفس ار سيف في ديورينج رمضان. واعتقد الدكتوره ايناس اتكلمت في هذه النقطه وقالت لكم ما فيش دوز تشينج في العيانين دول،
وبشكركم شكرا جزيلا. طبعا يمكن حضرتك جاوبت على سؤال كان الطرح هنا على during رمضان what is a recommended class of oral hypoglycemic in addition to metformin if combination is recommended and without any organ damage. انا جاوبت بس طبعا انا بحب ان انا استعين بالاراء برضو بتاعت حضراتكم. فحضرتك ايه رايك في السؤال ده؟ هو احنا في كذا consideration يا دكتوره ايناس. زي ما قلت لما قلنا قبل كده احنا مش بنعالج condition, احنا بنعالج عيان. يعني لو انا ماشي لو انا if you consider the SGLT2 inhibitors في العيانين, العيان ده لو بياخد دايريتك وإلدرلي وفي long hours of fasting وكل الفاكتورز دي والتمبريتشر عنده الويذر هوت تمام, ده عيان قابل ان يجيله dehydration في اثناء الفاستنج. وبالتالي ودي قالتها الاي دي اي والاي اس دي والاي اس دي انك وانت بتدي الاس جي لتيتو انهبيتورز ديورينج رمضان كونسيدر البولي فارماسي اللي بياخدها العيان, هل هيحصل له ممكن يحصل له ديهيدريشن ولا لا. لو عيان بياخد دايريتك زي الحاله اللي اتكلمنا فيها دي, لو بياخد دايريتك انا ممكن ابطل له دايريتك وادي له حاجه تاني مكانها واحتفظ بالاس جي لتيتو انهبيتور او اقلل الدوز بتاعت الاس جي لتو انهبيتور. انما لما ما يكونش فيه كومبيلينج انديكيشن, يعني ما عنديش نفروباسي ولا استيميت الجي اف ار قليله ولا كارديوفاسكولار ريسك موجود, الدي بي بي 4 انهبيتور دي ايديال في رمضان ما عنديش مشاكل منها على الاطلاق. يعني اللي اقصده ان انا لو هقارن ما بين الاثنين, انا ما عندي الاختيارين لا دي بي بي 4 لا اس جي لتيتو انهبيتور. حضرتك اشرتي ان احنا اسبوعين قبل الصيام ما نبتديش اس جي لتيتو انهبيتور, يبقى دي اول انديكيشن. ثاني انديكيشن عيان جالي شهرين قبل رمضان وعلى متفورمين واخترت ان هو اختار ايه, احط كذا كونسيدريشن. الكونسيدريشن الاولاني العيان ده عنده ان سوليد انديكيشن للاس جي لتيتو انهبيتور, يبقى ياخد. ما عندوش سوليد انديكيشن للاس جي لتيتو انهبيتور, يبقى دي بي بي 4 افضل. طيب العيان ده عنده ريسك ان يجي له ديهايدريشن, ان هو إلدرلي, ان هو بياخد دايرتك لكونديشن ما خايف عليه ان يجيله دايهيدريشن, يبقى الافضل دي بي بي 4 انهبيتور عن الاس جي لتيتو انهبيتور على الاقل المانس ده, وبعد كده ممكن ارجعه تاني للاس جي لتيتو انهبيتور لو انا عايز. في سؤال, لو البيشنت بياخد جالفاس 2 تايمز بير داي ومعاه اس جي ال تي 2 انهبيتور وانس بير داي, any dose adjustment during رمضان or not؟ حضرتك جاوبت على السؤال ده. انا جاوبت بس انا بحب ان انا يعني اخد اراء كل الاسئله. ما فيش dose adjustment unless تاني اذا كان هناك بولي فارماسي فيها دايريتك او وعيان elderly انا بخاف من الاس جي لتيتو انهبيتور من الدايهيدريشن. تمام, اي فاكتور يؤدي الى الدايهيدريشن هعمل ريكونسيدريشن للاس جي لتيتو انهبيتور, لا اما ريديوس الدوز, لا اما انا عارف ان الاستاديز قالت ان هو سيف وامن في رمضان, انما الاستاديز ويمكن انت كنت معانا من اسبوع يا دكتوره ايناس وشفنا ان الاستاديز بتبقى شكلها ايه والاستنتاجات اللي بتطلع منها احيانا ما بتبقاش معبره عن النتائج الحقيقيه للاستاديز. تمام. طبعا هو احنا ليه انا ليه بقول السؤال لاكتر من استاذ, وطبعا ده برضو بطرحه مع الزملاء الافاضل الحاضرين, لان
احنا ما عندناش يعني كلير كات في الموضوع ده، وهنلاقي ان كل جايدلاينز قايله كلام مختلف شويه عن الجايدلاينز الثانيه. الحاجه الثانيه ان بيبتدي يدخل الاكسبيرينس اكتر من الستادز، لان في بعض الستادز اتعملت على عدد من البيشنتس 8 حالات و16 حاله، وطبعا ده ما ينفعش ان ستادز تبني جايدلاينز او ريكومنديشنز بيست على عدد صغير من الحالات بالطريقه دي. الساده الحضور بيسالوا على محاضره العلم والدين بين العلم والدين مع فضيله الشيخ مجدي عاشور اللي هي تأجلت المرة اللي فاتت. احنا طبعا هنحاول ان احنا نتواصل معاه وناخد معاه تاني ونقول لحضراتكم عليه. في سؤال تاني على الشهادة، هل هي كل مرة ولا واحدة في الاخر؟ النقابة قالت ان اللي عايز يبقى شهادة حضور من غير accreditation ممكن تجي كل مرة، لكن عشان يبقى فيه accreditation هيبقى الحضور 4 مرات ان شاء الله. المرة الاولى دي كانت على استعجال عشان نلحق حضراتكم قبل رمضان، ولكن المرات الجاية، المرة الجاية ان شاء الله هتبقى في مايو، هنبلغ حضراتكم قبلها. وارجو ان حضراتكم بس تحاولوا تحضروا اكتر وقت ممكن واكبر عدد ممكن من الميتينجز اللي احنا بنعملها، عشان النقابة تقدر تطلع لحضراتكم الشهادات بتاعة الأكريديتيشن. أنا طبعا بشكر حضراتكم جدا، بشكر أستاذ دكتور عمرو عبد الوهاب، وبشكر زمايلي الأساتذة الأستاذ دكتور هشام مجد الدين، الأستاذ دكتور محمد حسنين، وبشكر حضراتكم الحضور، وبشكر النقابة والأستاذة الدكتورة رانيا العيسوي. وبنقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، النهاردة نصف من شعبان ورمضان على الأبواب، كل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا دكتور عمرو. شكرا دكتور إيناس.